السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ معاكم دكتورة دعاء. انا دكتور اسماعيل، من اكتب لكم مادة الفايتو. هنتكلم النهاردة عن تجميعة الفولاتايل اويل. هو كان دخلها دكتورين، دكتور محمود ودكتور ماجد. قبل ما نبدأ، هو المفروض ان هي نازلة التجميعة ديت اللي هي عبارة عن 14 ورقة A4 الوان. بالنسبة للناس اللي بتذاكر من المحاضرات ممكن تتابع معايا برضو. معاكو الورق الاخير اللي في اخر جزء دكتور ماجد موجود في المحاضره. وبالنسبه لجزء محمود، ما ان ما فيش ورقه اخيره، فانا نزلتكو الورق الاخير بتاع جزء دكتور محمود اللي هو التجميع الاخيره دي، نزلتها لوحدها في المكتبه عشان لو حد عايز يتابع من المحاضرات وعايز الورق الاخير. تمام. فانت لو معاك الورق الاسري ما فيش مشكله تابع معايا، لو معاك الورق الاي 4 ما فيش مشكله تابع معايا برضه. اول حاجه الفولاتايل اويل. ايه هو الفولاتايل اويل؟ من اسمه كده انت اصلا ايه معلوماتك عن الفولاتايل اويل؟ هو حاجه بتطير، حلو، بيبقى ليه ريحه مميزه وبيستخدم ككارمناتيف، واللي هو مضاد للغازات والحاجات دي طارد للغازات. هي نفس الكلام برضو، وغالبا بيبقى الحاجات اللي ليها ريحه حلوه بتستخدم في اللوشن اللي هو الكوزموتيك، وبتستخدم في البرفيوم، ولو عايزه مثلا معطر للجو، الحاجات دي كلها بيستخدم فيها الفولاتايل اويل. يبقى هو عباره عن ايه؟ عباره عن اودرس برنس that are responsible for the essence of the aromatic plant. يبقى هي المسؤولة عن الريحة بتاعت الأروماتيك بلانت. طيب بيقولي عندي سؤال، ليه الفولاتايل اويل بتبقى colorless ولما بعرضها للهواء بيبتدي لونها يغمق؟ قال لي علشان خاطر ان هي بيحصل لها hydrolysis، بيحصل لها oxidation او resinification، يعني بتكون resin. طيب بيقول لي ان most of the volatile oil are stored، يعني بتتخزن في dark colored glass and tightly closed container. ليه؟ قال لي لانها بتبقى sensitive لللايت and exposure. لما بتتعرض لللايت والاكسجين ده ايه اللي بيحصل لها؟ بيحصل لها hydrolysis اللي هو الاكسجينيشن or resinification. تمام كده. طيب انا اول سؤال بيجي في بالي، ايه هو الفرق ما بين الفولاتايل اويل والفيكسد اويل؟ لو انت جبت مثلا دلوقتي حبه من ازازه فيها فولاتايل اويل وازازه فيها الفيكسد اويل وحطيتهم للهواء، واحد منه هيطير، سبت الغطا مفتوح، واحد هيطير والتاني هيدن، ويبقى الفولاتايل اويل هيطير انما الفيكسد اويل هيفضل. يبقى الفولاتايل اويل فولاتايل ات روم تمبريتشر، الفيكسد اويل فيكسد ات روم تمبريتشر. طيب لو انا جبت نقطه من الازازه دي ونقطه من الازازه دي وحطيتهم على الورقه، واحد منهم هيطير، مش هيسيب اي استين او اي صبغه مكانه او اي نقطه او اي حاجه، انما الفيكسد اويل هيفضل زي ما كانه يسبب بقع. تمام. يبقى هو الفولاتايل اويل جيف نو ستين لان هو اوريدي هيطير، انما الفيكسد اويل هيدينا ستين اون الفلتر بيبر. طيب قال لي طيب لو سبته معرض شويه للهواء ايه اللي هيحصل؟ ممكن يحصل اكسده. الاكسده في حاله الفولاتايل اويل اسمها ريزنتيفيكيشن، انما الاكسده في حاله الفيكسد اويل اسمها رانسيديتي. يعني ايه رانسيديتي؟ قال لي يعني حاجه كده اللي هو زي زرنخه الزيوت. طيب الفولاتايل اويل لو انا حطيت عليها القلاي هيكون ثوب؟ قال لي لا، انما الفيكسد اويل هو اللي كنا زمان واحنا في ابتدائي بنقول ان احنا بنحط عليها الكي او اتش هيدينا ايه؟ ثوب. طيب بيقول الفولاتايل اويل بيكون ايه اصلا تركيبه؟ قال لي من حاجتين، تربين هيدروكربون واكسجينيتد تربين. طيب الفيكسد اويل قال لي بيتكون من تراي جليسرايد استر اوف الفاتي اسيد. يبقى هي شيلوا بس الزائد ده، اسمها تراي جليسرايد استر اوف الفاتي اسيد. تمام كده. طيب قال لي الفولاتايل اويل ده ممكن يبقى الاورجانز المسؤوله عن افرازه. قال لي والله ممكن يبقى عندي جلاندولار هير، يعني اللي هي الهير اللي بيبقى عليها جلاند من فوق كده، دي بتبقى مسؤوله عن افراز الفولاتايل اويل. الدكتور كان بيقول من اشهر الجلاند هير هي الشاجي هير بتاعت الكنابس اللي بتدينا تترا هيدروكانابينول. قال لي ممكن يبقى عند الفيتا زي اللي موجوده في عيله الامبليفرا اللي اخدناها في الفروت في سنه تانية، وقلنا ان الفروت دي زي الانايز، زي الحاجات الكرويه اللي هي الحاجات اللي كانت عيله التوابل كلها كان فيها الفيتا ديت. قال لي في منها اويل سيلز، يعني عباره عن سيلز فيها مليانه اويل او الاويل جلاند. تمام كده. طيب ايه هي الفيزيكال كاركترز المسؤوله او اللي دايما غالبا هلاقيها في كل الاويلز؟ قال لي والله هي كلها بيبقى ليها اودر، كاركترستيك اودر، سواء الاودر دي محبوبه او غير محبوبه، يعني انت شممها حاسسها ريحه حلوه او ريحه وحشه، هي بيبقى لها كاركترستيك اويل، مش شرط ان هي تبقى ريحه حلوه. يعني بيقول ان هي اوبتيكال اكتيف. يعني ايه اوبتيكال اكتيف؟ يعني انا لو عرضته للجهاز هيعمل ايه؟ هيعمل بولورايزد، بيعمل روتيشن ناحيه اليمين او ناحيه الشمال.
قال لي هاي ان ريفراكتيف انتكس، يعني انا لو عرضته مثلا على جزء ليكويد، يعني انا مثلا لو جبت انا شعاع من الضوء عرضته على الليكويد اللي هو الاويل دوت، هيحصل له انكسار. على حسب زاويه الانكسار دي هلاقي بقى، هعرف ان هو الاويل الفلاني ولا الاويل العلاني ولا الاويل كذا، اقدر اتعرف عليه من خلاله. قال لي ميسابل ويز الاورجانيك سولفنت، انا بقول اويل، هل يجوز ان انا اقول ينفع يدوب في الميه؟ لا، هو المفروض بيدوب في الاورجانيك سولفنت وليه سبيسيفيك جرافتي. تمام كده. قال لي طب هو موجود ايه مكونات النبات اللي ممكن الاقي فيها اويل؟ هل مثلا الليف بس؟ هل البارك بس؟ قال لي اي حاجه من الحاجات دي، بس مش كلهم بيبقوا موجودين وفيهم اويل. يعني مثلا ممكن الاقي حاجه زي المنسى الليف بتاعها ممكن يحتوي على اويل، تمام، لانها بتحتوي على ايه، احنا كنا قايلين اللي هو اللابيشياس هير اللي هي اساسا بتنتج الاويل. والله ممكن يكون الفروت هي المسؤولة عن انتاج الاويل، زي في حالة مثلا الانايس كانت الفيتا هي المسؤولة عن افراز الاويل. على حسب يعني اللي هو الجلاندولار تريكوم والاويل تيوبس اللي هي الفيتا والحاجات دي الجزء اللي في النبات، يعني الجزء اللي بيفرز اويل. طب الجزء ده موجود فين في النبات؟ والله ممكن يبقى موجود في الليف او البارك او الفروت او الفلاور او الحاجات دي. كل اللي فات ده انا ما يهمنيش قوي، اهم حاجه اللي فات اللي هو المقارنه بين الفولاتايل اويل والفيكسد اويل والسؤالين اللي قلناهم دول، ويعني ايه فولاتايل اويل. تمام. طيب ازاي اعمل بريباريشن للفولاتايل اويل؟ احضره ازاي؟ هو انا عارفه ان انتوا جالكوا في المعمل اللي هو في النظر العملي ازاي، ايه هي طرق الايزوليشن. هو حقيقي ما اتقالتش، يعني اللي هي الايزوليشن يعني المفروض ان هي كانت سبيسيفيك لكل حاجه. يعني ايه؟ يعني انت خدت طريقه عامه للبريباريشن بتاع الفولاتايل اويل ازاي تحضره، ولكن انت عندك لكل فولاتايل اويل كان ليه طريقه معينه للايزوليشن. يعني احنا دلوقتي هناخد المنسول ليه طريقه للايزوليشن، معرفش ايه ليه طريقه للايزوليشن. يعني احنا مثلا مجموعه زي الالكحول هناخد طرق الايزوليشن العامه، لكن كل واحدة منهم، كل واحد من الألكل هتلاقي ينفع مع الطريقة دي والطريقة دي التانية لأ. تمام. هو يعني ايه ايزوليشن؟ يعني هو بريباريشن تقريبا، هما الاتنين لهم نفس المعنى على حسب كلام الدكتور في المحاضرة. بس انا عايزة افهمك حاجة، في فرق ما بين تعمل ايدنتيفيكيشن وايزوليشن. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لما اجي اعمل ايزوليشن او بريباريشن للمركب بتاعي، هكون انا عايز ايه؟ انا ليه بعمله ايزوليشن؟ عشان استخدم المركب ده معايا بقى في حاجات تانية انا عاوزه وفي اي حاجة تانية، فانا بحضره عشان اخده. حلو. طيب لما انت بتحضره عشان تاخده، يبقى يلزمك ايه؟ يلزمك ان المركب بتاعي يكون ستيبل، يعني بعد ما انت تعمله بالطريقة دي يطلع ان هو ستيبل. تاني حاجة ان هو يديك هاي يلد من او كمية الفولاتايل اويل اللي انت عايزها دي تطلع بكمية كبيرة. تمام. على حسب بقى انهي طريقه من اللي جايين دول اللي يخلي المركب بتاعي ستيبل ويديني هاي يلد هستخدمها. تمام. طيب الايدنتيفيكيشن، هل انا يهمني ان يديني كميه كبيره او ان هو يبقى ستيبل؟ طيب انا ما عنديش مشكله، انا عندي عينه عايزه اتعرف هي ايه. تمام. باخد جزء من العينه ديت واجري عليها تيست معين هيديني كلر معين او هيديني حاجه معينه، هعرف ان هو ده فعلا اللي هو المركب اللي انا عايزاه او المركب اللي هو قايل عليه. بعد كده هرمي التيست ده في الحوض، مش هحتاج منه حاجه. يبقى في فرق ما بين الايدنتيفيكيشن والايزوليشن. يبقى الايزوليشن محتاجه ان المركب بتاعي يكون ستيبل ويدينا هاي يلد من الفولاتايل اويل. طيب قال لي الديستيليشن ميثود، قال لي ده بتحصل ازاي؟ ايه فكره الديستيليشن؟ فكره الديستيليشن ان انا بيبقى عندي النبات همرر عليه ميه او بخار ميه او اي حاجه، بحيث ان الميه اللي بتمر عليه من بره، يعني مش هما الاثنين في اناء واحد، لا ده المفروض بمرر عليه ميه او بخار ميه او اي حاجه يستخلص الفولاتايل اويل ويطلع. بعد كده ابتدي اخد بقى اطلع الفولاتايل اويل ده واخده. تمام. يبقى في حاله الديستيليشن بجيب كونتينر، الكونتينر ده بيحتوي على ووتر، والووتر دي بسخنها بيحصل لها بويلنج بتطلع ستيم. الستيم ده بيطلع يقابل البلانت، البلانت دوت هياخد من البلانت ده فولاتايل اويل، بيحصل لها كوندنسيشن، بعد كده يحصل لها كول وكولكت. تمام. يبقى زي ما هي موجود في الصوره قدامنا دي في الصفحه كام دي كده في الصفحه الثالثه اهو، الصوره اللي قدامي ده انا عندي اناء اهو، الاناء دي فيه سورس
الاناء ده هلاقي فيه سورس للهيت اهوت، تمام، هلاقي ان فيه ميه هنا هتتبخر وهتطلع على البلانت ده، ده الووتر فيبر وده البلانت، البلانت ده الووتر فيبر هتبتدي تطلع معاها يعني تطلع البخار ده يطلع ويطلع معاه الاويل، بعد كده الاويل يحصل لها كوندنسيشن، بعد كده يبتدي يتفصل لطبقتين، الطبقة اللي فوق اللي هي هنا دي المفروض ان هي بتطلع عن طريق اللي هو التاب دي الحنفية، والطبقة اللي تحت اللي هي فيها الووتر ببتدي ايه اخرجها، تمام كده. طيب انا عايزة اخليك تاخد بالك بس من حاجة، هو الفولاتايل اويل والمية الاتنين بيطلعوا مع بعض، تمام، ممكن يكون الميه اللي طالعه مع الفولاتايل دي اسمها اروماتيك ووتر. يعني ايه اروماتيك ووتر دي؟ قال لي ميه مشبعه بالفولاتايل اويل. يعني ايه هو انت اساسا، يعني السؤال هيجري في بال الجميع، مش انت قلت لي ان الفولاتايل اويل بيدوب في الاورجانيك سولفنت ما بيدوبش في الميه؟ اه. طيب ازاي انت اصلا بتعمله استخلاص بالميه؟ قال لك انا بعمل استخلاص في الميه علشان لما اجي اعمل، يعني خلي بالك انا الميه بتاعتي مش بارده، دي اول نقطة. تاني نقطة ان انا اساسا بعملها بالستيم، يعني المية بتغلي فهتبتدي تستخلص الفولاتايل اويل، دي نقطة. تالت نقطة، افرض لو انا عملت استخلاص بالاورجانيك سولفنت، حلو، طيب ما هو لما يجي يطلع لي التيوب في الاخر كده يبقى الفيزل اللي في الاخر ده او الريسيفر دوت هيكون الفولاتايل اويل دايب في الاورجانيك سولفنت، وابتدي بقى ادور لي ايه على طريقة افصلهم الاتنين عن بعض. لا، يبقى انا عندي هنا في الحالة دي، لا ده هما الاتنين مفصولين، جزء للمية يعني المية تحت والأويل فوق وهكذا، تمام. طيب يبقى هو دي طريقة الديستليشن. فكرة الديستليشن ان انا همرر وليكن مية بخار مية اي حاجة همررها على النبات، هتطلع تاخد تستخلص الفولاتايل اويل من النبات وتبتدي تروح للكوندنسر يتبرد، بعد كده ايه يبرد الحاجة ويبتدي يحولها من بخار مية او من جاز يحولها ليكويد، بعد كده يبتدي يروح في الريسيفر يبتدي يتفصل فوق الفولاتايل اويل ينزل بالحنفية، وتحت الايه اللي هو الاروماتيك ووتر او الفلورال ووتر، تمام كده. طيب الديستليشن ده ممكن يحصل ازاي؟ قال لي والله ممكن يحصل ووتر اند ستيم ديستليشن، زي الفكره اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي، ان بيبقى فيه ميه تحت ببتدي اسخنها تطلع لي بخار ميه فوق يروح للنبات يستخلص منه الفولاتايل اويل، تمام. ده اسمه ووتر اند ستيم ديستليشن، وينفع في حاله الفريش او الدراي بلاند. طيب الووتر ديستليشن، لا ده انا المفروض ده هيستخدم فور دراي بلانت، والووتر نفسه هيبقى مع البلانت في نفس الكونتينر. يعني المفروض بصوا كده في الصورة تاني، نرجع للصورة تاني، انا عندي هنا الاويل في كونتينر والبلانت في كونتينر فوقيه، لا انا هنا الاتنين هيبقوا في نفس الكونتينر، تمام. دي كده اسمها ايه ووتر، لو في نفس الكونتينر هقول عليها ووتر، وفي الحالة دي ينفع في حالة الدراي بلانت فقط. طيب الستيم ديستليشن، مش هحط هنا اناء فيه ميه، ده انا هجيب مصدر للستيم من بره وادخله الستيم من غير ما يكون فيه اي ميه، تمام كده. طيب دي كده فكره الديستليشن، تمام. طيب امتى اصلا استخدم الديستليشن؟ انا بستخدم حراره، فالمفروض ان الكومباوند بتاعي يكون ستيبل الى حد ما للحراره دي، فالديستليشن كويسة لأنها بتقدر تديني حاجات ستيبل وفي نفس الوقت هاي يلد أو كمية كبيرة من الحاجة بتاعتي، تمام. طيب قال لي افرض لو الديستليشن ما نفعتش لأي سبب من الأسباب، ابتدي اشوف حاجات تانية. تاني حاجة الاكسبريشن، ايه هي الاكسبريشن دي؟ معنى كلمة اكسبريشن يعني انا بعصر الحاجة او بتكي على حاجة او بعمل ضغط على حاجة. طيب الاكسبريشن دي بستخدمها امتى؟ قال لي في حالة لو الفولاتايل اويل بتاعتي ما كانش ينفع يستخدم بالديستليشن ميثود من غير ما يحصل له ديكومبوزيشن، يعني كان هيتكسر لو انا عملت له ديستليشن ميثود، تمام. طيب بيقول لي كمان لو هو كان موجود، يعني ايه يبقى هو بس في الفولاتايل اويل لو حصل له ديكومبوزيشن عن طريق البتاع التاني، تمام كده. طيب بيقول لي بعمل ايه؟ قال لي باي ابلكيشن اوف البريجر، يعني انا بعمل سكويزنج باي بريباريشن اوف الاويل ذات بريزنت في الرنت بتاع الايه الفروت، في القشره بتاعت الفروت. طيب غالبا الاكسبريشن ميثود دي بتبقى على السيتراس فروت اللي هو الاورنج والليمون والحاجات دي كلها. طيب قال لي انا عندي 3 طرق من الاكسبريشن، اول حاجه الاكيول بيكر ميثود، السبونج ميثود، والاكسبريشن اوف الراسبنج. اول حاجه الصوره دي
بتاعه الاكيول. تمام، هنا الصوره دي بتاعه الاكيول. طب ايه فكره الاكيول بيكر ميثود دي؟ بيقول لي ان انا بيبقى زي ما هو في الصوره قدامي كده، عباره عن فانل. الفانل ده طالع منه ميتاليك بينز اللي هو دبابيس او مسامير، وبعد الفانل ده بيكون فيه فيزل عشان اتلقى فيه الفولاتايل اويل. طب بعمل ايه؟ بجيب وليكن احطها في دماغك ان هي البرتقانه، تمام؟ فانا هجيب البرتقانه بتاعتي وابتدي اقسمها نصين وابتدي اعمل لها روتيشن على الدبابيس دي. ايه اللي هيحصل؟ المفروض البرتقانه دي بيكون فيها مثلا الاورجان اللي بيفرز الفولاتايل اويل، وليكن مثلا عندي الاويل سيل او يكن اي حاجه، الاورجان المسؤول عن الاويل. فيبتدي يحصل ايه؟ هيبتدي يحصل رابتشر للخليه المسؤوله عن افراز الاويل، فيبتدي الاويل ينزل. الاويل ده هينزل فين؟ هيروح يتجمع في الفيسل وابتدي اخده. يبقى في حاله الاكيول ابيكر ميثود بيقول لي الفانل شيبد انسترومنت قال لي ميد اوف الكبر اند التنت، يبقى هي مصنوعه من النحاس المجلفن، وده طبعا عشان يمنع الاكسديشن بتاع الاويل. قال لي انسايد ات الفروت ار انتروديوسد انتو ذا بليت لايك ابارت اند ذن روتيت، يبقى بتحط في حته كده عامله زي البليت شويه، يبتدي يعمل له روتيشن. فلما يحصل روتيشن هيحصل ايه؟ بيكون في بنس دبابيس. لما بيحصل روتيشن البنس دي بيبتدي تعمل رابتشر للسكندري فيسكل، يبقى اللي هو للجزء المسؤول عن افراز الفولاتايل اويل. فلما يحصل له رابتشر الفولاتايل اويل بيطلع ويبتدي يحصل له ايه؟ يتجمع في الستيم. الستيم ده عباره عن ايه؟ الريسيفر اوف الاويل، بيعمل هولد وبيعمل هولدنج للاباريتس. يبقى لو سالني ايه هو وظيفه الستيم في الجهاز ده، بيعمل هولدنج للاباريتس كسبورت للاباريتس، وبيعمل ريسيف للاويل. وغالبا اصلا احنا قلنا ان هي بتبقى سبيسيفيك ليه، اصلا الاكسبريشن كلها بتبقى سبيسيفيك للسيترس فروت. طيب ايه هي الاسبونش ده؟ عارف لما تجيب اسفنجه وتجيب قصادها النبات بتاعك، تبتدي تعصر النبات على الاسفنجه، تعصر النبات على الاسفنجه، تعصر النبات على الاسفنجه، ايه اللي هيحصل؟ الاسفنجه دي هتتملي بالايه؟ بالفولاتايل اويل. حلو، لما يحصل ساتوريشن يعني كل الاسفنجه بقت مليانه فولاتايل اويل ومش قادره تستوعب فولاتايل اويل تاني، هاخد الاسفنجه دي واعصرها في فيزل تنزل لي فيها الفولاتايل اويل. هي دي الفكره. يبقى بقول لك ان انا بجيب البيل او الرنت بتاع الفروت بتاعتي اللي هو القشره، وابتدي اعمل لها سكويز انتو اسبونج، يعني ابتدي اعصرها على سفنجه لحد ما يحصل ايه؟ ساتوريشن. طب لما يحصل ساتوريشن هاخد الاسفنجه دي واعمل لها سكويز فين بقى؟ في فيزل، عشان اعمل اخلي الاويل يبتدي ينزل في الفيزل ده. تمام، طيب الاكسبريشن اوف الراسبنج، يعني دي تالت حاجه الراسبنج. ايه الراسبنج ده؟ نفس فكرة اللي فاتت بالظبط، ان انا باخد القشرة بس بدل ما انا اقعد اعصرها على سفنجة، لا انا احطها في شنطة. الشنطة دي مصنوعة من شعر الحصان، يبقى هورس هير باك، وابتدي ايه؟ اقفل الشنطة عليهم وابتدي انا اعصر كده اند بريست، ابتدي اتكة جامد انتو الفيزل، وابتدي اسيب الاويل لحد ما يحصل له سيباريشن في الشنطة بتاعتي دي. تمام، يبقى دي طرق الاكسبريشن. قال لي تالت طريقه هي الاكستراكشن، واعتقد احنا لينا يعني احنا نعرف قبل كده طرق الاكستراكشن اللي احنا اخدناها قبل كده في سنه ثالثه، او نعرف يعني ايه اصلا اكستراكشن. يعني ايه اكستراكشن؟ احنا كنا بنقول ان الاكستراكشن دي ما هي ان انا احط البلانت بتاعي مع احط البلانت بتاعي مع الموبايل فيز لو تفتكروا، في وجود الاستيشنري فيز، فيبتدي الموبايل فيز يمشي على الاستيشنري فيز ويبتدي يعمل اكستراكشن. الاكستراكشن ده عباره عن الاورجانيك سولفنت بتاعي او اللي هو السولفنت بتاعي موجود فيه حبه من الاكتف كونستيتوانت، ابتدي اطير السولفنت بتاعي يتبقى عندي الاكتف كونستيتوانت لوحدهم، فبقول عليه لو انا استخدمت وليكن السولفنت بتاعي كان الكحول فبقول عليه الكحول اكستراكت، لو استخدمت بترولونيوم ايثر بقول عليه بترولونيوم ايثر اكستراكت، لو استخدمت زفت الطين بقول زفت الطين اكستراكت. حلو، طيب قال لي الاكستراكشن ده بيستخدم امتى؟ قال لي لو في حاله الحاجات اللي فوق ما نفعتش يبقى الديكومبوس، لو هو بيتكسر عن طريق الستيم اللي هو الستيم ديستيليشن. تاني حاجه لو هو موجود اصلا في النبات بكميه قليله خالص، تمام، فانا لو استخدمت ستيم ديستيليشن اللي هو الاويل بتاعي بيطير،
فانا مش هلاقي حاجه. الدكتور قال لو انا استخدمت في الحالات اللي هي السمول اماونت ده هيبقى عندي حاجه اسمها اروماتيك ووتر. ايه هي الاروماتيك ووتر؟ قلنا ان هي كميه الوتر اللي بتبقى موجوده مع الاويل وبيحصل لها ساتوريشن بالاويل، تمام. طيب قال لي الاكستراكشن ويز النون فولاتايل او وي الفولاتايل، يبقى انا ممكن استخدم السولفنت او الموبايل فيز بتاعي ممكن يبقى نون فولاتايل او بستخدم مع الفولاتايل. بيقول لي النون فولاتايل عندي 3 طرق، الانفليوراش يعني جاي من الفلورال او جاي من الزهره، النوموتيك ميثود او الدايجيشن ميثود. ايه فكره الانفليوراش؟ بجيب زي كده يعني ايه حاجه ازاز كده زي لوح ازاز، وابتدي يعني ايه اعمل الاطار بتاعه اخليه خشب حلو، وابتدي اجيب اللوح الازاز دوت وادهنه بحاجه اسمها اللارد. ايه اللارد ده؟ ده بيبقى حاجه كده زي دهن الخنزير او بيبقى فات تقيل قوي يعني لدرجه ان هو مش بيطير، يعني مهما يتعرض ليه هو ما بيطيرش. فابتدي ادهن البتاع دوت البتاع دي بلارد اللي هو اللوح الزجاج ده، ابتدي ادهنه بلارد وابتدي اجمع بقى اللي هو البيتلز بتاعت الزهور بتاعتي اللي المفروض ان هي فيها فولاتايل اويل. احط البيتلز ديت ابتدي ارصها رصيصه كده على البتاع على اللي هو البتاع بتاعت اللوح بتاعي، وابتدي احطها دي اول طبقه، وابتدي احط طبقه ازاز تانية فوقيها وادهن باللارد واحط الطبقه التانية، احط طبقه ازاز ثالثه وادهن باللارد واحط الطبقه الرابعه، واسيبها مثلا لمده ايه وليكن ساعه، تمام. ويبتدي يحصل ايه بقى؟ يبتدي يحصل ان المفروض لما انا سبت البيتلز دي طلع منها الفولاتايل اويل قابل اللارد او الفات ده دب فيه، وبقى الفات ده حصل له ساتوريشن. طيب لما الفات ده يحصل له ساتوريشن بالاويل المفروض اعمل ايه؟ هشيل البيتلز دي خلاص، يعني انا المفروض ان انا بحط البيتلز يحصل استخلاص اشيلها واحط بيتلز تانية، يحصل استخلاص اشيلها واحط بيتلز تالت لحد ما اللارد او الفات ده يحصل له ساتوريشن. طب لما يحصل له ساتوريشن اعمل ايه؟ هبتدي اخد الفات دي بقى، والمفروض ان الفات تحتوي على فولاتايل اويل، عايز افصل الفات عن الفولاتايل اويل، بعمل ايه؟ والله عندي طرق كتير، من ضمنها ان انا بحط لها ابسوليوت الكحول فيبتدي الفولاتايل اويل يدف الكحول ويسيب الفات. حلو. طيب عندي النوماتيك ميثود، قال لي ان انا عندي هنا بدل ما انا يعني بسيبه، انا عايزه الموضوع يبقى سريع شويه، يبقى بدل ما انا بسيبه لمده ساعه مثلا لحد ما البيتلز تطلع مع نفسها يعني تطلع لوحدها كده تطلع الفولاتايل اويل، لا ده انا هحفزها ان هي تطلع الفولاتايل اويل. قال لي ازاي؟ عن طريق ان انا بعرض ليها زي هوت اير، فالهوت اير ده هيساعد ان الفولاتايل اويل يخرج اصلا، فالفولاتايل اويل لما يجي يخرج من اللي هو البيتلز بتاعتي، لما يخرج منها هيبتدي يقابل الفات يدوب فيها، وابتدي احط الكحول عشان ايه اطلع منه من الفات، يعني الكحول عشان اطلع الفولاتايل اويل من الفات. يبقى النوماتيك ميثود زيها بالظبط زي الانفليوراج، بس الفكره هنا ان الانفليوراج بسيبه فتره لحد ما البيتلز تطلع لوحدها الفولاتايل اويل، انما النوماتيك بيقول لها ايه اهدي كده انا متسربعه خلصينا مش هندنيكي استنى فتره لحد ما تعملي ده، انا هعرض لك هوت اير عشان الهوت اير يوم لطشها على قفاها واخد منها الفولاتايل اويل، فالفولاتايل اويل لما يطلع هيبتدي يقابل الفات هيدف الفات. طيب دف الفات بقى عايز افصله من الفات اضيف ابسوليوت الكحول. طيب الدايجيشن ميثود عباره عن مزيج نفس فكره الانفليوراج مع النوماتيك الاثنين مع بعض. قال لي ازاي؟ قال لي ان انا بجيب اناء احط فيه اللي هو البيتلز واحط فيه الفات، تمام، واسخن. ايه اللي هيحصل؟ المفروض مع التسخين كأني حطيت هوت اير، ايه اللي هيحصل؟ هيطلع الفولاتايل اويل بسرعه، الفولاتايل اويل دي اساسا يعني ملامسه للفات فهتدف الفات مجرد ما بتطلع، تمام كده. يبقى بيقول لي الفلورال الفلاور ار جنتلي heated with the melted fat then replace with the fresh flour till saturation the fatty layer. بعد كده ابتدي اعمل له extraction عن طريق الالكحول 3 مرات عشان يدينا تريبل اكستراكت. لو انا دلوقتي قلت بعمل extraction with الالكحول يبقى في الحالة دي بقول عليها ايه؟ alcoholic extract، تمام. طيب دي اول نقطه ان انا بعمل اكستراكشن ويز النون فولاتايل سولفنت. قال لي ممكن اعمل اكستراكشن ويز الفولاتايل سولفنت. قال لي ازاي؟ هو
انا ليه اتعب نفسي واقعد احط الكحول علشان خاطر يطلع لي يفصل لي ده عن ده، وبعد كده ابتدي اطير الالكحول. طب ما انا ممكن احط اصلا من الاول سولفنت بتاعي اللي هو يكون اساسا بيطير. يعني ايه؟ يعني انا مثلا هبتدي اعمل اكستراكشن بسولفنت، والسولفنت ده اطيره ويبقى عندي على طول البتاع، بدل ما ابتدي اعمل اكستراكشن تاني بعد ما اعمل بالارض. قال لي ازاي؟ قال لي هنا بعمل اكستراكشن ويز الفولاتايل سولفنت. قال لي الفلاور ده ابتدي اعمل لها ميكسد مع البترولينيوم ايثر، بعد كده ابتدي اعمل لها كونسنتريت. هيحصل ايه؟ يعني ايه كونسنتريت؟ يعني ان انا اطير البترولينيوم ايثر. هيتبقى عندي ايه؟ هيتبقى عندي الريسيديو. الريسيديو دي بسميه حاجه اسمها الفلورال كونسنتريت، اللي هو يعني الكونسنتريت بتاع الفولاتايل اويل. بعد كده تبتدي تعمل للريسيديو ده بقى، تبتدي تعمل له اكستراكشن ويز الابسوليوت الكحول، هيديك ايه؟ ابسوليوت اويل، او اسمه ابسوليوت اويل اكستراكت. تمام كده. اخر طريقه في البريباريشن او الايزوليشن هي الانزيماتيك هيدروليسيس، ودي يعني مش بتحصل غير في حاجه معينه. زي ايه؟ قال لي زي اللي هو البلاك ماسترد، اللي هو الخردل الاسود. هلاقي ان هو بيحتوي على ماده اسمها السينرجين. السينرجين ده اساسا دي مش فولاتايل اويل، حلو، بس السينرجين ده لو عرضته لانزيماتيك هيدروليسيس، يعني عرضته الانزيمات، هتعمل له هيدروليسيس ويدينا فولاتايل اويل اللي هو الالايل ايزو سايوسيانيد. يبقى الالايل ايزو سايوسيانيد اصلا مش موجود في الطبيعه في النبات، ولكن بينتج نتيجه الانزيماتيك هيدروليسيس بتاعه البلاك بيبر بتاع السينرجين. تمام كده. طيب يبقى احنا اخدنا، خلي بالكم العنوان اللي احنا اخدناه اسمه preparation of volatile oil. طيب تاني حاجة determination of volatile oil. ازاي اعمل determination للvolatile oil ده؟ يعني ايه determination؟ خلي بالكم من المصطلحات بتاع الvolatile oil عشان هي الى حد ما بتلخبط الناس. تلاقي مثلا volatile oil معين، تلاقي بيقول لك ايه الايزوليشن بتاعه، طب ايه الايدنتيفيكيشن بتاعه، طب ايه الديترمينيشن بتاعه، انت اصلا هو ايه الفرق بين الاتنين؟ مش انا بعمل تيست ومعرفش ايه واطلعه على طول؟ قال لي لا، في فرق على حسب الفولاتايل اويل الايزوليشن او البريباريشن. بكون انا عايزه الفولاتايل اويل بكميه كبيره وبيكون ستيبل، لان انا هستخدمه في حاجات تانية. بالنسبه للايدنتيفيكيشن انا عايزه اتعرف عليه وهرميه في الحوض، انما الديترمينيشن ده عايز اعرف كميته قد ايه. تمام. وده بستخدم اباريتس اسمه ميك اند سالفين اباريتس، او ليه اسم تاني اسمه الاويل تراب اباريتس، او اسمه الكلافنجر اباريتس. في منه نوعين، نوع لما الاويل يكون خفيف عن الميه، وده معظم الاويل، وفي نوع زي الاويل لما يبقى هيفير ذان الووتر. تمام كده. طيب الجهاز قدامنا اهو في صفحه 3 اهو، اللي هو واحد ازرق واحد احمر. ايه فكرته؟ بيقول لي ان الكلافنجر دوت عباره عن ايه، بيكون عندي هنا سورس للهيت، حاجات بتسخن، وبيبقى عندي هنا سولفنت. تمام. سواء بقى السولفنت ده ووتر، سواء السولفنت ده اي حاجه، بس غالبا هيكون ووتر. طب انت مش قلتي قبل كده ان الووتر ما بيدوبش في الميه، الميه الاويل ما بيدوبش في الميه؟ ما هو بقول لك، طب لو انا جبت، ما هو فكرتي هنا بقى، فكره الجهاز ان هيتفصل طبقتين، فمن خلال طبقه الفولاتايل اويل اقدر اشوف هم كام ملي على بعضهم. فانا دلوقتي مبسوطه ان هو ما بيدوبش في الميه. تمام. يبقى انا عندي السولفنت هنا ممكن اللي هو يبقى ووتر. تمام. لما اعرضه هنا لسخونه او اي حاجه هيحصل ايه؟ السولفنت ده هيطير. وبيبقى السولفنت ده مع ايه؟ مع النبات. هنا كده في نبات، يبقى هنا في نبات وفي سولفنت. هيحصل ايه لما اعرضه الحراره؟ النبات السولفنت اللي هو الميه هيطير، والنبات الفولاتايل اويل هيطير معاه، يطلع فوق، يطلع فوق اهو، هيقابل اللي هو الايه الكوندنسر. الكوندنسر ده بيعمل ايه؟ بيعمل تكثيف، يعني هيحول البخار ده يحوله ليه ليكويد، فيبتدي ينزل في ليكويد على هيئه طبقتين، الطبقه اللي فوق اويل والطبقه اللي تحت ميه. فالطبقه اللي تحت دي هترجع عن طريق اللي هو السايفون تيوب، دي سايفون تيوب هترجع الميه تاني، ترجع ليه الفلاسكا. وانما الاويل المفروض ان هو الطبقه اللي فوق هينزل بالحنفيه. تمام. طيب افرض بقى لو كان الاويل تقيل عن الميه، نفس الكلام، بس الاويل هنا هيبقى تحت،
هينزل عن طريق الحنفية ويتقابلوا هنا مثلا وليكن تيوب او فلاسكة او حاجة، انما المية هتبقى فوق، هتقوم راجعة من فوق، السايفون تيوب هتكون فوق وهتنزل تحت بقى، تمام كده؟ او اللي هو التيوب اللي هو الريتيرن تيوب، مش اسمها سايفون تيوب، سايفون تيوب دي كانت بتاعة السوكس، دي حاجة تانية، هنا اللي اسمها الريتيرن تيوب، تمام كده؟ يبقى هو دوت دي طريقة اللي هو الكلافنشر ازاي بيحصل ديترمينيشن للفولاتايل اويل. انت قلت لي فصلت الاويل، ما قلتليش هعمله ديترمينيشن، قال لي ما هو المفروض ان التيوبة اللي هي اللي هو الجزء اللي هنا دوت، المفروض ان هو بيبقى فيه شرط كده، 1 مللي 2 مللي 3 مللي، فانا عندي طبقة المية مفصولة وطبقة الاويل مفصول، فلاقي الاويل كده ابتدي ابص عليه هو واخد من رقم مثلا وليكن 0 الرقم 5، يبقى هو 5 مللي، وهكذا يبقى هعرف هو كميته قد ايه في البلانت، تمام؟ يبقى احنا كده اخدنا طرق الاكستراكشن، واخدنا ازاي بعمل ديترمينيشن، قلنا عن طريق جهاز اسمه ميك اند سالفن ابريتس، او اسمه اويل ترابس، او اسمه الكلافنجر، وقلنا في منه نوعين، نوع لما بيكون الاويل لايتر زان الووتر، ونوع لما بيكون الاويل هيفير زان الووتر، تمام كده؟ طيب بيقول لي طيب الكيمستري اوف الفولاتايل اويل، ايه فكره الفولاتايل اويل او بيتكون من ايه؟ احنا قلنا لما كنا جينا من قارن ما بين الفيكسد اويل والفولاتايل اويل، قلنا ان الفولاتايل اويل بيتكون من جزئين، هيدروكربون تربين واكسجينيتد تربين، تمام كده؟ يبقى بيتكون من تربين هيدروكربون واكسجينيتد كومباوند. طيب التربين ده متقسم الى حاجات، قال لي متقسم الى يعني هو على حسب هو جاي منين، قال لي متقسم لتربين ديريفاتيفز اللي هو جاي من الاسيديت او الميفالونيت باسوي، ده نفس الاسم يعني اسمه اسيديت ميفالونيت باسوي، يعني هو اسمه كده، وهنشوف دلوقتي ازاي بيحصل سينسز وليه قلت اسيديت وليه قلت الميفالونيت. قال لي طب الاروماتيك كومباوند اللي هي الاكسجينيت دي جايه منين؟ قال لي جايه من الاسكيميش الاسكيميك الاسكيميك اسيد بايرو بايرو اللي هو الفوسفيت بروبانويد باسوي، يبقى الاروماتيك او الاكسجينيت جاي من الاسكيميك اسيد فوسفيت بروبانويد باسوي، تمام؟ قال لي ان الطوبه المسؤوله عن بناء اللي هو الحجر الاساسي المسؤول عن بناء الفولاتايل اويل هو الايزوبرين يونت. ايه هو الايزوبرين يونت ده؟ قال لي ان هو عباره عن مركب بيتكون من 5 كربونات، ممكن المركب ده يكون ايزوبنتايل بايروفوسفيت او دايميثايل الايل بايروفوسفيت، يبقى المركب دوت ممكن يبقى كده او كده، يعني هو الاثنين بيحصل لهم ايزوميريشن لبعض، تمام؟ وبيدوا بعض. طيب تعالوا ما نشوف اللي هو بيصنع ازاي او الباسوي لتكوين الفولاتايل اويل، وبعدين نرجع اللي هو بتاع الصوانطاطة ده. بيقول لي المفروض ان انا بيبقى عندي 3 جزيئات من الاستايل كو اي. هو ايه الاستايل كو اي ده؟ عبارة عن ايه؟ سي اتش 3 سي دبل بوند او اس سي او اي، يعني كو انزيم اي، تمام؟ باخد منه 3 مولوكيول من ال سي اتش 3 سي دبل بوند او اس سي او، 3 مولوكيول هيدينا اتش ام جي سي او اي اللي هو الكوانزايم اي، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن هيدروكسي ميثايل جلوترايل كوانزايم اي، تمام؟ طيب لما يتكون عندي المركب ده، قال لي بعرضه لناد بي اتش، 2 مولوكيول من ناد بي اتش هيحصل ايه؟ هيتكون الميفالونيك اسيد. حصل ايه؟ قال لي ان انا جيت هنا كده وشلت الاس سي او اي ده، وشلت السي دبل بوند او، وحطيت سي اتش 2 او اتش، تمام؟ وشلت هنا السي الاس سي او اي اللي هو الكوانزايم اي، حطيت مكانها او اتش، تمام؟ ادانا حاجه اسمها الميفالونيك اسيد. عرفتوا ليه الباسوي اسمه اسيتيت ميفالونيت باسوي؟ لان انا كونت اسيتيت في الاول، بدايته كانت الاسيتيت، وفي النص كونا الميفالونيت، تمام؟ طب الميفالونيك اسيد دوت المفروض ان انا هديله 2 ATP، هيحصل ايه؟ هيدينا فوسفيت، هيدينا فوسفيت هنا، هيشيل الاتش اللي عند رقم 3، وعموما انا برقمها ازاي؟ 1 2 3 4 5، تمام؟ فعند رقم 3
الاو اتش دي هشيل اتش واحط فوسفيت، وعند رقم 5 عندي اتش هشيل اتش وحطيت بايروفوسفيت. تمام، بايروفوسفيت يعني 2 فوسفيت جنب بعض. فيحصل ايه؟ هيبتدي يحصل يتكون حاجة اسمها إيه، انا قلت عند 5 بايروفوسفيت 3 فوسفيت ميفالونيك اسيد. تمام، طيب بعد كده هيفقد ثاني اكسيد الكربون اللي هي الكربوكسيليك دي، وهيفقد او فوسفيت اللي عند 3. هيتبقى عندي ايه؟ هيتبقى عندي المركب اللي بيتكون من 5 كربونات اللي قدامي ده. اسمه ايه؟ ايزوبنتايل بايروفوسفيت، ده اللي هو ايزوبرين يونت. بيحصل له ايزومريشن ويكون داي ميثايل اللايل بايروفوسفيت، دول الاتنين دول يعتبروا ايزوبرين يونت. عملت ايه؟ والله لو الدبل بوند دي يعني كانت تيرمينال يبقى اسمه ايزوبنتايل. طب لو نزلت تحت زي في الحالة دي كده، يبقى في الحالة دي اسمها داي ميثايل اللايل بايروفوسفيت. تمام، يبقى داي ميثايل اهوت اللايل، اهو الاللايل اللي هو ده، يعني ده الجزء ده اسمه اللايل بايروفوسفيت. تمام كده، يبقى ده كده الباسوي لتكوين ايه؟ قال لي لتكوين التربين او الهيدروكربون. قال لي ازاي؟ اصل قال لي اصل الايزوبنتايل بايروفوسفيت هيمسك مع الداي ميثايل اللايل بايروفوسفيت عن طريق هيد تو تيل مانر، يعني بطريقه معينه الهيد هيمسك مع التيل او التيل هيمسك مع الهيد بطريقه معينه هيكون لي التربين. طيب هو اصلا التربين ده متقسم على حسب عدد الكربونات الى ايه؟ قال لي والله الكلاسيفيكيشن اوف التربين بيتكون من في منه مونو تربين وفي منه سيسك تربين. مونو تربين يعني 10 كربونات، تفتكر بيدخل فيه كام ايزوبرين يونت؟ يبقى 5 و5 = 12، يبقى 2 ايزوبرين يونت. طب سيسك تربين يبقى 5 و5 و5، يبقى 3 سيسك تربين، 3 اللي هو ايزوبرين يونت ماسكين مع بعض. تمام، لو قلت داي تربين يعني 20، يبقى 5 و5 و5 و5، يبقى 4 ايزوبرين يونت. تمام، بس اللي احنا هناخده هو المونو تربين والسيسك تربين. بيقول لي اصلا التربين ده بحصل بعمل له ايزوليشن ازاي، يعني الجزء الهيدروكربون اللي موجود في الفولاتايل اويل بعمل له ازاي ايزوليشن؟ والله ممكن عن طريق الفراكشنال ديستيليشن اللي احنا خدناه فوق، اللي هو الديستيليشن اللي احنا الطرق اللي احنا خدناها. بس ايه الفراكشنال؟ ايه فكره الفراكشنال دي؟ فراكشنال يعني ابتدي اقسم الاويل بتاعي الى مجموعه من الفراكشنز، او مجموعه من الباندس، او مجموعه من اللي هو زي ما يكون كده فراكشن يعني جزء من الفولاتايل. وليكن عندي مثلا 5 مللي، فتلاقي ايه 2 مللي تحت دول بتوع مثلا وليكن فولاتايل اويل فلاني، وال2 مللي اللي فوقيهم بتوع فولاتايل اويل علاني، وال2 مللي التالت فولاتايل اويل التالت، وهكذا. يبقى متقسم الى فراكشنز او جزء من السولفنت اللي هو الباندس. تمام، يبقى الايزوليشن عن طريق الفراكشنال ديستيليشن، يعني ابتدي اعمل ديستيليشن على هيئه فراكشن او على هيئه اجزاء، عن طريق الكروماتوجرافي زي الجاس ليكويد كروماتوجرافي، او عن طريق ان انا اكون كريستال لاين اديشن كومبلكس. يعني ايه؟ مش انا في المعمل لما كنت بشتغل على المنسول والفانيلين والصيمول، كان الاويل ده اويل، يعني المفروض ان هو لحد ما ليكويد بينزل كريستال. طب هو ليه كريستال؟ والله ممكن الاويل بتاعي نفسه يعني بيحصل له سولدفيكيشن عند درجه حراره الاوضه فيدينا كريستال لوحده. طب لو ما اداناش كده انا عايزه احوله لكريستال، فبحوله لكريستال ازاي؟ قال لي عن طريق ان انا بدي له كومبلكس معين، الكومبلكس ده هيبتدي يرسب لي او يعمل كريستاليزيشن للفولاتايل اويل بتاعي. طب انا بستفيد ايه؟ يعني انا ليه اصلا بحوله لكريستال؟ قال لي عشان الكريستاليه دي بتبقى حلوه قوي وانا بعمل ايدنتيفيكيشن او بعمل ايزوليشن للمركب بتاعي. اول حاجه الكريستال لاين دي لما بحول المركب للكريستال انا كده فصلته، دي اول نقطه. تاني نقطه انا ممكن استخدمه في الايدنتيفيكيشن. قال لي ازاي؟ ما هو الكريستال دي كل كريستاليه موجوده في الدنيا بيكون ليها ديفينيت ميلتنج بوينت، بمعنى يعني الكريستاليه بتاعت المنسول ليها ديفينيت بوينت مختلفه عن الصيمول عن الفانيلين، يعني كل واحده فيهم ليها ديفينيت ميلتنج بوينت مختلفه عن الثانيه. فاقدر استخدم ان انا اكون كريستاليزيشن، ممكن استخدمها في حاله الايزوليشن، وممكن استخدمها في حاله الايدنتيفيكيشن.
طيب بناء على ايه هستخدم دي او دي؟ لان انا هلاقي طرق بستخدم مره هنا وطرق مره هنا. قال لي على حسب المركب بتاعي. يعني ايه؟ يعني انا ما عنديش قاعده عامه بقول لك ان انت في حاله لو عندك حاجه فلانيه اعمل كذا، وفي حاله عندك فلانيه اعمل كذا، ما عنديش القاعده دي. ولكن انا عندي تجارب الناس اللي قبلي، اللي هو ايه، المركب الفلاني جربت افصله مثلا بالطريقه الفلانيه. يعني انا عندي وليكن مجموعه الكحول بتتفصل بالطريقه فلانيه او كذا او كذا او كذا، يعني عندي 4 طرق مثلا لفصل الكحول. حلو. طيب جربت اول طريقه بس المركب طلع انستيبل، جربت تاني طريقة طلع انستيبل، جربت تالت طريقة طلع ستيبل. حلو. يبقى هي دي الطريقة اللي بتستخدم في الايزوليشن واحفظوها. حلو. طيب جربت رابع طريقة ما استخدمتش، فمش هينفع استخدمها. تمام. يبقى هي الفكرة في كده. يبقى فكرة الايزوليشن هو اصلا رخامة الفولاتايل اويل ما هي الا في طرق الايزوليشن، ان انت عندك بتحفظ الايزوليشن بتاع كل مركب بيتم ازاي. انت اول حاجة اللي بيسهل عليك في الاول ان انت تحفظ طريقة الايزوليشن هو ان انت تعرف مجموعة الكحول بتتم بطريقة من الاربعة. تمام. فتبقى حاطط ال4 طرق في دماغك. تمام. بعد كده تقول لك ايه، في حاله مثلا الايوجنول، في حاله مثلا الصيمول، في حاله المنسول. بس طبعا ايه، على حسب انا عندي الكحول مثلا زي الصيمول او حاجه يعني، او المنسول او كده. بس احنا لسه بقى هنشوف، لان في منها يطلع فينول، في منها يطلع الكحول وكده. بس انا بقول لك مجموعه الكحول مثلا على حسب هي امتى تبقى ستيبل وامتى تديني كميه كبيره من الفولاتايل اويل، هقدر احدد الطريقه اللي هي تنفع ليها في الايزوليشن. تمام كده. طيب يبقى انا بكون كريستال لاين اديشن كومبلكس عن طريق ان انا بضيف اتش اكس او اكس 2. تمام. طب الايدنتيفيكيشن بتعرف ازاي عن التربين؟ عن طريق ان انا بكون كريستالية. الكريستالية دي طرق عامة. الكريستالية دي بيبقى ليها ديفينيت ميلتنج بوينت. فانا بيبقى عندي وليكن جهاز، الجهاز دوت بيبقى زي في عدسه قريب من الميكروسكوب شويه، بحط الكريستاليه بتاعتي. حلو. فانت بقى تبقى باصص في العدسه كده، فانت تلاقي وظابط درجات الحراره، الدرجه الحراره بتعلى بالتدريج، فتلاقي النقطه اللي حصل عندها ميلتنج، يعني النقطه اللي المركب بتحول من السوليد للليكويد، تبتدي تعرف ساعتها الميلتنج بوينت دي، وبتبتدي تقارنها بالفارماكوبيا، هو فعلا ليه ديفينيت ميلتنج بوينت ولا لا. لو ليه تمام. تمام. ده كده بس عشان تفهم بتعرف ازاي الحاجه دي. تمام. قال لي التربين في منه مونو تربين وفي منه سيسك تربين. حلو. احنا في التربين عموما هناخد حوالي 4 امثله بس. تمام. وندخل في الاكسجينيتد كومباوند. اول حاجه عندي اللي هو نبدا بالسيسك تربين. حلو. السيسك تربين هو عباره عن ايه؟ قلنا 15 كربونه. طيب ايه هو الصيغه العامه بتاعتي؟ قال لي سي 15 اتش 24. حلو. طيب قال لي السيسك تربين دوت بيحصل له بويلنج عند درجه حراره 150 ل 180. ماشي، ما يهمنيش. هو عموما جزء دكتور محمود ما كانوش قوي يعني، كنت كل ما تلاقي ميلتنج بوينت معينه ما تحفظهاش في جزء دكتور محمود، انت بس هتقول موجوده ات ديفينيت ميلتنج بوينت. تمام. طيب قال لي من ضمن السيسك تربين عندي مجموعه الازولين. الازولين ده عباره عن ايه؟ عباره عن حلقه سباعيه ماسكه في حلقه خماسيه، بيبقى ليها كاركتر معينه، ان هي بيبقى لنا لونها بلو تو فايلوت. اسمها بيجي من اسم المركب اللي جاي منه او اسم النبات اللي جاي منه، زي في حاله مثلا عندي الجواياكم جاي منه الجوايازولين، عندي الكامومايل جاي منه الكامازولين. قال لي ان هو بيكون ليكويد او سوليد، وبيبقى الميلتنج بوينت بتاعته من 30 ل 100، يبقى ليه ديفينيت ميلتنج بوينت. قال لي مع ال H3PO4 مع الفوسفوريك هيدينا كريستال لاين اديشن برودكت. من خلال الكريستال دي ممكن اقدر اعمل ايدنتيفيكيشن. ليه؟ لانها ليها ديفينيت ميلتنج بوينت، من خلالها اقدر اتعرف عليها. تاني حاجه ممكن اعملها ايزوليشن بالطريقه دي. قال لي ليه؟ لان اساسا بيدينا كريستال، الكريستال دي اقدر في الحاله دي افصله على هيئه كريستال. طيب عندي الكوايازولين عباره عن ايه؟ هتعرف عليه ازاي؟ هما مش هيقول لي ارسم الكوايزولين ولا الكامازولين، بس لو جابها لي هتعرف عليه. عباره عن حلقه سباعيه ماسكه في حلقه خماسيه. في حاله الكوايزولين هلاقي هنا في رجل عصفوره تحتيه، هلاقي فيها رجل عصفوره، يبقى هي الكوايزولين. ما لقيتش رجل عصفوره يبقى هي الكامازولين. تمام. بس الكامازولين في حاجه بتميزها، عامله عندها جناحين، الجناح الاولاني والجناح الثاني، عامل زي ما يكون ايه، حاجه عماله تطير وترفرف بالجناحين فوق اهو. انما الكوايزولين بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على رجل عصفوره.
طيب الاثنين لونهم بلو، لان احنا قلنا اصلا اللون الازولين كلها بيبقى لونها بلو. طيب عندي بعد كده اللي هو المونوتربين. قال لي المونوتربين قلنا بيتكون من 10 كربونات. حلو. قال لي اول حاجه عندي الليمونين. الليمونين دوت عباره عن ايه؟ بيحتوي على رجل عصفوره تحت اهو، عباره طبعا معظم الفولاتايل اويل الاستراكشر حفظ لانهم سهلين. فنلاقي الليمونين عباره عن ايه؟ عباره عن حلقه سداسيه فيها رجل عصفوره من تحت اهي، وهتلاقي الدبل بوند دي بيوازيها دبل بوند فوق اللي هي قصادها اهي، الاثنين بيوازوا بعض، او الدبل بوند هنا ودبل بوند هنا، تمام؟ الاثنين بيوازوا بعض، تمام. يبقى هي بيحتوي على ايه؟ رجل عصفوره مكسوره، يبقى الرجل عصفوره اتكسرت هنا، تمام. يبقى انا عندي هنا كده ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الليمونين. طب الليمونين دوت عباره عن مونوسايكليك، يعني بيتكون من حلقه واحده. يبقى انا دلوقتي حفظت الاستراكشر. حلو. لو سالني دلوقتي ده يعتبر مونوتربين هقول له اه، قال لي ان هو سايكليك هقول له لا، هو مونوسايكليك بيحتوي على سايكل واحده، تمام. طيب بيقول لي ان هو موجود في السيترس فروت، بيدينا اورنج لايك اودر. نخلي بالنا عشان جزء الفولاتايل اويل المفروض ان هو، يعني انا مثلا عندي يقول لك اه ده ريحه اللافندر مثلا، فريحه اللافندر حاجه واحده. طب لو جيت على سيترس فروت ده انت هتلاقي روايح بالهبل، مره ريحه برتقال، مره ريحه ليمون، مره ريحه ورد. يعني هتلاقي ان كل الحاجه اللي موجوده في السيترس فروت فيها روائح كتير قوي، وده دليل على ان السيترس فروت فيها كميه من الفولاتايل اويل كتيره جدا. فكون ان هو بيحتوي على، لو انا بصيت مثلا على الورقه بتاعه البرتقال هلاقي لها ريحه، على الفروت بتاعه البرتقال القشره ليها ريحه، على مثلا على اي حاجه في البرتقال الفاكهه او القشره او الفلاور نفسها ليها ريحه. يبقى ده دليل ان هي بتحتوي على كميه من الفولاتايل اويل ليها كتير قوي. فنبتدي في الليمونين، موجود في السيترس فروت، الليمون ريحته برتقال، حلو، فيبقى ليه اورنج لايك كولر، تمام. ممكن يسالني سؤال، بس الدكتور قالها في النص كده، يعني ايه، ما اعتقدش ان هي تيجي كسؤال، بس هو ممكن يسالك سؤال ليه السيترس فروت لها روائح كتير؟ هنقول لانها بتحتوي على كميات، يعني بتحتوي على ميني تايبس اوف الفولاتايل اول. اول حاجه هناخدها هو الليمونين، هنلاقي وانا جاي برده اقول لك سيترس فروت ضيفها للسيترس فروت، ده ضيفها للسيترس فروت وهكذا. يبقى انت دلوقتي افتح قوس واكتب دلوقتي الايه، السيترس فروت، اكتب الليمونين واكتب عليها اورنج لايك اودر. حلو. طيب تاني حاجه بعملها ايزوليشن ازاي؟ قال لي ايزوليشن، خلي بالنا انا الطريقه بحفظها على حسب ما هي موجوده قدامي. يعني ايه؟ يعني انا مش عندي قاعده عامه اقول لك لو حصل كذا اختار كذا، لا، انت عندك دلوقتي دي الطريقه اللي هم جربوها وكانت ستيبل للمركب ده. فهنا بيتم عن طريق الفراكشنال ديستليشن، واحتفظ بكده، مش عايزاك تعرف معلومات اكتر من كده. يبقى الايزوليشن بالفراكشنال ديستليشن. طب الايدنتيفيكيشن، قال لي عن طريق ان انا بكون منه كريستال لاين ديريفاتيفز. قال لي عن طريق ان انا بكون ايه؟ بكون كريستال لاين تترا بروميد ديريفاتيفز. ايه الكريستال لاين تترا بروميد ديريفاتيفز ده؟ يعني انا فعلته مع اللي هو التترا بروميد علشان يدينا كريستاليه، الكريستاليه دي ليها ديفينيت ميلتنج بوينت، من خلال الديفينيت ميلتنج بوينت دي اقدر اتعرف عليها. طب انا هنا مكتوب رقم، مش هحفظ الرقم ده ليه؟ لان انا قلت ان هي بعرفها ان هي ليها ديفينيت ميلتنج بوينت. الدكتور محمود قال هنقول ان هي ليها ديفينيت ميلتنج بوينت، تمام. كفايه ان انت تقول ان انا كونت ليها كريستاليه عن طريق ان انا بفعلها مع التترا بروميد. طب اصلا اللي هو الليمونين ده بيستخدم في، قال لي بيستخدم انتي اوكسيدنت، بيستخدم فلافرنج ايجنت، بيرفيوم، كوزموتيك. وزي ما قلنا قبل كده ان هو معظم الفولاتايل اويل بتستخدم في الحاجات دي، يعني بتستخدم في البرفيوم لان ليها ريحه حلوه، بتستخدم في الكوزموتيك، في اللوشن والحاجات ديت عشان برضو الريحه، علشان فلافرنج ايجنت بيدينا ريحه حلوه. انتي اوكسيدنت نفتكرها ازاي؟ ان هي اصلا انا قلت عيله البرتقال وعيله الليمون والحاجات دي، فاحنا عارفين اساسا ان الفيتامين سي انتي اوكسيدنت، حلو، فافتكرها بكده، تمام. طيب قال لي الالفا بينين ده باي سايكليك. باي سايكليك ازاي؟ قال لي ما هي دي اول سايكل ودي تاني سايكل، تمام. يبقى بقى ايه؟ باي سايكليك، تمام. طيب قال لي إيه عملت ايه؟ قال لي بدل ما كان عندي رجل العصفوره تحت، لا، طلعتها فوق، شلت الدبل بوند دي الناحيه دي مثلا، او سبتها زي ما هي ورحت مطلعها هنا، رحت مطلعها كده من هنا كده واحده،
من هنا كده واحدة ومن هنا واحدة ورحت ضربهم في بعض، تمام؟ يبقى انا عندي دلوقتي ايه هو الالفا بنين، اصلا شكله مميز زي الليمونين بالظبط، بس بدل ما انزل تحت كده لا ما نزلتش تحت، رحت سيبت الدبل بونت زي ما هي اهي، ورحت طالعه واحد هنا وواحد هنا، تمام؟ يبقى عملت ايه زي ايه، فتحي يا ورده كده وقفلي يا ورده، هي بالظبط كده. يبقى الالفا بنين ده باي سايكليك، تمام؟ يبقى هو ممكن يقول لي باي سايكليك مونوتربين، صح. انا اهم حاجه عندي دلوقتي ان انت تثبت، يعني انا الفولاتايل اويل مش بيجي من اول مره، تمام؟ بس انت تثبت العناوين. يعني ايه العناوين؟ لو بصيت في اخر في اخر التجميع خالص هتلاقي ان انت عندك دلوقتي تجميع لكل الفولاتايل اويل، تمام؟ الموجوده عندك في البتاع هتلاقي عندك المونوتربين، في منه مونو سايكليك وباي سايكليك. انا عايزاك تحفظها خصوصا لما ندخل في الاكسجينيتد ويبقى عندي الكحول وبيبقى عندي فينول. احنا عارفين ان اي الكحول اخره اول واي فينول اخره اول. طب مثلا الصيمول المنسول، لازم تبقى عارف ان المنسول الكحول والصيمول فينول وهكذا. يعني انت لازم بس تثبت في دماغك الاول الاسامي موجوده تحت فروع ايه، بعد كده بالراحه كده تبقى تاخدها. يبقى خد مثلا، ومش عايزاك تحفظ الايزوليشن مع الايدنتيفيكيشن، بمعنى اللي انا بهتم بيه قوي هو الايزوليشن. حلو، الايدنتيفيكيشن ممكن استخدم اي طريقه بس اللي يهمني هي طريقة الايزوليشن. حلو، اول مرة هتحفظ ايه العناوين، حلو، تاني مرة هتحفظ لي اللي هو طريقة الايزوليشن بيحصل له ايزوليشن ازاي، تمام؟ حسيت ان انت صامم كل الايزوليشن ابقى احفظ الايدنتيفيكيشن، ويا ريت اليوم اللي انت تحفظ فيه الايزوليشن مش نفس اليوم اللي انت تحفظ فيه الايدنتيفيكيشن، تمام؟ عشان ما تتلخبطش. لو انت حسيت نفسك هتوه ما بين الايزوليشن والايدنتيفيكيشن ما تحفظليش الايدنتيفيكيشن خالص، احفظ لي ايزوليشن، ولو في كيميكال تيست بيدينا كلر معين هتحفظه بس في الايدنتيفيكيشن، لان مفيش يعني ده مش هيلخبطك مع الايزوليشن، تمام؟ بس اللي يهمني واللي بيتركز عليه في الفولاتايل اويل هي طريقه الايزوليشن بتاع المركب الفلاني، تمام؟ طيب عندي الالفا بنين ده الاويل اوف الكونيفر، الايزوليشن بتاعه بيعمل عن طريق الفراكشنال ديستيليشن، تمام؟ قال لي بعد كده بعمل له بحط له نيتروس كلورايد اللي هو ال NOCl، هيدينا كريستاليه. الكريستاليه دي بقول عليها نيتروزو كلورايد ديريفاتيفز. حلو، الكريستاليه دي اقدر اعمل من خلالها ديترمينيشن. ليه ديترمينيشن؟ قال لي من خلالها اقدر اعرف كميه الفولاتايل اويل. بعمل له بعد كده اضيف له انيلين عشان اطلع باقي، ابتدي اعمل سيباريشن للالفا بنين. يعني الالفا بنين في الاخر هيحصل له جينيريشن او ريجينيريشن، يعني بيتكون مع عن طريق ان انا اضيف الفا بنين. يبقى انا دلوقتي عندي الالفا بنين بعمل له فراكشنال ديستيليشن واعمل له بويلينج. بعد كده بعد يعني نتيجه الفراكشن ديستيليشن والبويلنج ده هعمل له معالجه ب اللي هو النيتروزو كلورايد، هيدينا كريستال لاين نيتروزو كلورايد ديريفاتيفز. بعد كده اخد الكريستاليه دي احط عليها انيلين هيطلع لي الايه، هيطلع لي البنين. حلو، طيب بيقول لي الايدنتيفيكيشن، حلو ريحني ما قاليش اي طرق للايدنتيفيكيشن. طيب بيستخدم في ايه؟ قال لي بصنع منه برونيول كامفور الفا تريبينيول. قال لي ازاي؟ قال لي تعالي اما نشوف الالفا بنين اللي هو ايه اللي هو قدامي ده، تمام؟ لو حطيت له اتش سي ال، الاتش سي ال ده يعتبر من التفاعلات اللي اخدناها في الاورجانيك اللي كانت ايه، تفاعلات الاستبدال. يعني ايه الاستبدال؟ يعني اللي هو بشيل اتش واحط مكانها سي ال، فانا عندي دبل بوند دلوقتي هنا، تمام؟ يعني يعتبر اديشن، يعني مش استبدال، هي تعتبر اديشن لان انا عندي هنا دبل بوند، فالمفروض ان انا ايه هضيف هنا سي ال، تمام؟ ففعلا هو ضاف هنا، بس هو ما ضافش هنا، بقى هنا ضاف اتش، انا حطيت اتش سي ال، ضفت هنا اتش وحطيت هنا سي ال، تمام؟ يبقى ادتنا سي ال هنا وشلنا الدبل بوند اللي هنا خلاص، لان انا حطيت مكانها هنا اتش فما انتش محتاج دبل بوند، تمام؟ طيب عندي ده اسمه بناين اتش سي ال او بنين اتش سي ال وده انستيبل، فيبتدي يحصل ايزوموريشن او حاجه اسمها ري ارينجمنت، فالسي ال دي هتنزل هنا، تمام؟ طب لما تنزل هنا الكربونات دي هتبقى ماسكه في 1 2 3 وهي هتنزل يبقى 4 ينفع، وفي اتش يبقى 5 ما ينفعش تمسك في 5، فيحصل ايه؟ هيبتدي يحصل الاتش دي هتتشال، تمام؟ اللي هو دي هتتشال اللي هو
اللي هو الخط ده هيتشال ويكمل كده خط الفوق وخط كده، تمام؟ يبقى اهو كمل خط الفوق كده. يبقى انا دلوقتي لو عايزه ارسمها هعمل ايه؟ هبتدي ارسم دي حلقه، الحلقه السداسيه اهي، تمام؟ ودي المسائل اللي انا عارفاه. هبتدي اخد ايه؟ ابتدي اخد كده وابتدي كده وكده، تمام؟ تمام. يبقى ده كده عباره عن ايه؟ برونايل اتش سي ال. طب البرونايل اتش سي ال ده عندي سي ال هنا، عايزه احوله الى برونيول، بحوله ازاي؟ اشيل السي ال واحط الاو اتش. ازاي؟ عن طريق ان انا احوله مع الان او اتش او الكي او اتش، اي قاعده هتشيل السي ال وتحط او اتش. حلو. الاو اتش لما اعمل لها اوكسيديشن هيتحول الى سي دبل بوند او، ده اللي هو عباره عن الكامفور. حلو كده. يبقى انا دلوقتي قال لي من استخدامات الالفا بينين ان انا بكون برونيول وبكون كامفور، وقال لي بكون الفا تروبينيول. طب فين الفا تروبينيول؟ انت ما قلتليش بيتكون ازاي. قال لي استنى عليا. قال لي الالفا تروبينيول عن طريق ان انا لو جبت الالفا بينين دوت وحطيته لبكتيريا، لفطر اسمه الكانديدا اللي هو يعتبر فانجس، كانديدا تروبيكاليس عند درجه حراره 40 درجه سيليزيوس، هيبتدي يحصل يتكون الفا تريبينيول. ايه اللي حصل هنا بقى؟ انا هنا كده عامله قفلي يا ورده، حلو. هنا بقى هقول فتحي يا ورده، يعني نزلي تاني، اعمل لي رجل العصفوره اللي تحت الكتف الالفا بينين. حلو. شيل رجل العصفوره، كان في دبل بوند هنا في حاله الالفا بينين، لا شيل الدبل بوند ده وحط لي او اتش. يبقى في الحاله دي يبقى اتكون عندي ايه؟ الفا تريبينيول. يبقى دلوقتي ارجع كده شوف الفرق ما بين الفا تريبينيول والليمونين. كان يعني الليمونين فيه هنا سي دبل بوند او، سي دبل بوند سي، انما شلت السي دبل بوند سي، شلت الدبل وحطيت او اتش، يبقى في الحاله دي اسمه الفا تريبينيول. طيب هيجي لك سؤال يقول لك هاو تو سينس، هاو تو ميك او بريبير الالفا تريبينيول ناتشورالي. ازاي؟ هي دي الطريقه. طريقتها ان انا اجيب الالفا بنين وحطت لها كانديدا تروبينكاليس في 40 درجه سيليزيوس هيدينا الفا تريبينيول، عشان السؤال ده جالنا السنه اللي فاتت في الميدترم وانا غلطت فيه، مش ناسيه، تمام؟ يبقى ده الناتشرال. ازاي اكون ناتشرال؟ لان انا صنعتها بطريقه تانية. الطريقه التانية دي هي اسمها يعني بكونها من فولاتايل اويل تانية، بس الطريقه التانية اسمها سينثيتك، انما الطريقه دي اسمها ناتشرال. بركز عليها تاني، يبقى اكتب عليها كده ناتشرالي. يبقى بعمل ايزوليت او بعمل بصنع البتاع دي ناتشرالي، بتصنع ازاي في الطبيعه؟ عن طريق الالفا بينين مع الكانديدا تروبينكاليس هيدينا الفا تريبينيول، تمام كده. طيب تفاعلات بقى الليمونين. احنا الليمونين ده قلنا اللي هو رجل العصفوره، صح؟ في رجل عصفوره تحته، يبقى انا عندي كده ده كده الليمونين. مهم جدا مهم جدا مهم جدا ان انت تعرف التفاعل اللي تحت ده، ان هو مع الاكسده هيتكون ايه؟ مع الاكسده هيتكون بالاكسجينيشن هيتكون كارفيول وكارفون. يبقى كون كارفون. ايه اللي حصل في الكارفون؟ هو نفسه بالظبط، هو ده كده نفس الايه؟ نفس الليمونين، بس حطيت هنا سي دبل بوند او. طيب هو هنا كده نفس الليمونين بس حطيت هنا او اتش، يبقى الكارفيول والكارفون دي موجود فين؟ في الكرويه. فلاقي ان دول ليهم كرويه لايك اودر، هتلاقي هنا مدينا كده كرويه، الناتج بتاعها يدينا كرويه لايك اودر. ممكن يديك سؤال يقول لك ايه؟ يقول لك يعني جيف اللي هو ريزون، قول السبب ان لما بعمل اوكسيديشن او لما الليمونين يفضل في الهواء بيتحول بيدينا ريحه كرويه. هنرسم بالمعادلة. احنا هنقول له لان الليمونين لما بيحصل له اكسيديشن باي ذا اير اند الموتشر ويدينا كارفو ميكتشر اوف الكارفون اند الكارفيول، ويطلب منك المعادلة، هترسم له الليمونين اللي هو فيه رجل العصفورة دوت، وابتدي احط له مرة احط له سي دبل بوند او، يبقى في الحالة دي اداني كارفون، واكتب جنبها بوزيتيف يعني زائد، واحط الليمونين واحط عندها او اتش، في الحاله دي اقول كارفيول، واقول ان دول ليهم كرويه لايك اودر، تمام كده. اهم حاجه تكتب كرويه لايك اودر دي، تمام. طيب قال لي طب لو انا جيت هنا على الليمونين دوت، الليمونين ده تمام، ورحت عملت له هيتنج ويز السلفر، يعني سخنته في وجود السلفر، في الحاله دي هعمل ايه؟ هيحصل حاجه اسمها هيدروجينيشن، او هيحصل حاجه اسمها اروماتايزيشن، يعني هيتحول من حاجه كانت زي السايكلوهيكسين اتحولت الى حلقه بنزين،
تمام، وده اسمه الباراثايمين. وركز قوي على الباراثايمين، هو ده يعتبر فولاتايل اويل الباراثايمين، ولكن مش علينا يعني ما درسناهوش كحاجه فولاتايل اويل، ولكن الباراثايمين ده اول حاجه هيجي منها. انت هيقابلك في المنهج تفاعلات كتير هيخرج منها الباراثايمين، فانا عايزاك تحط القوس وتكتب رقم واحد باراثايمين، هيديك رقم واحد في الباراثايمين اللي هو جالك فين، اللي هو البارا. هتكتب كده باراثايمين جاي منين، جاي من الليمونين، تكتب رقم واحد الليمونين زائد ايه، زائد تسخين في وجود صلفر. تمام. طيب تالت حاجة عندك، قال لي ان انا هعمل heating with المينرال اسيد. تمام، هيعمل ايه؟ هيعمل لي مش aromatization كلها، هيعمل نص الaromatization، هيكون دبل هنا موجودة اصلا، هيكون دبل بوند واحدة بس. تمام، فيدينا حاجة اسمها الالفا تربين تمام كده، اللي هي بتحتوي على الدبل بوند. تمام، طيب بس ما يهمنيش قوي، اللي يهمني هو تكوين الصايمين دوت، واللي يهمني هو الاكسجينيشن. اهم حاجه تعرفها اللي هي الاكسجينيشن، في وجود الاكسجين هيحصل كراوي لايك اودر ليه. تمام كده. طيب ده كده خلصنا المونوتربين، ندخل على الاكسجينيتد تربين. بس قبل ما ندخل على الاكسجينيتد تربين، عايزك بس ايه يعني نبص على حاجه، بس احنا ناخد مقدمه شويه عن الاكسجينيتد، بعد كده هخليك نبص عليه. طيب اول حاجه الاكسجينيتد تربين لها اسمين كمان، ليها اسم اللي هو الاستيروبتين او حاجه اسمها التربين ليس فولاتايل اويل. يعني ايه؟ يعني هي عباره عن الفولاتايل اويل ناقص تربين. يعني اصلا فولاتايل اويل بيتكون من ايه؟ وليكن عندي ميكتشر من احمد ومحمود، عملت ايه؟ شلت احمد يتبقى محمود، هي نفسها. عندي الفولاتايل اويل بيتكون من اكسجينيتد تربين، وبيتكون من هيدروكربون تربين او تربين هيدروكربون. حلو. طيب هعمل ايه؟ شلت التربين، يبقى في الحاله دي اسمه ايه؟ اسمه الاكسجينيتد ايه تربين، او اسمه تربين ليس، يعني من غير فولاتايل اويل من غير تربين، او اسمه استيريوبتين. طيب ايه هو التربين ده؟ هل هو ليه اسم تاني هو كمان؟ قال لي اه، اسمه حاجه اسمها اليوبتين. يعني انا شلت جزء التربين او الهيدروكربون ده اسمه اليوبتين. حلو، فعشان بس لو جات لك ما تبقاش ايه مستغربه، يبقى انا عندي الاكسجينيتد بورشن اسمه استيريوبتين. تمام، انما عندي التربين هيدروكربون اسمه اليوبتين. حلو، قال لي ان هو تربين ليس، قال لي ان ذات كيس الاويل اسمه تربين ليس. لو انا شلت الاليوبتين هيتبقى عندي الاستيريوبتين او التربين ليس. يبقى ايه هو التربين ليس اويل؟ عباره عن الاويل من غير الهيدروكربون او الاويل من غير الاليوبتين. تمام. طيب الاستيريوبتين ممكن تبقى سنجل او ميكتشر من حاجات تانية. طيب التربين ليس اويل هلاقي ان هو ستيبل، هلاقي ان هو الكحول سولوبل، بيدوب في الكحول، هاي ريفركتيف اندكس، السبيسيفيك جرافيتي بتاعته عاليه، الاوبتيكال اكتيفيتي بتاعته عاليه، سترونجر اودر عن الحاجات الثانيه. تمام كده. طيب التقسيمه بتاعته هنبتدي نشوفها، بس نشوف احنا هنبتدي في الكحول، فقبل ما نشوف التقسيمه الكليه بتاعت الحاجات. انا عندي دلوقتي الفولاتايل اويل، الفولاتايل اويل ده فيه منه هيدروكربون وفيه منه اكسجينيتد تربين. احنا اخذنا الهيدروكربون فيه منه مونو تربين، زي الليمونين كان مونو سايكليك، الالفا بنين كان باي سايكليك. الهيدروكربون كان فيه منه سيسك تربين زي الكوايازولين والكامازولين، وكلهم عباره عن ازولين. تمام، دول احنا اخذناهم. طيب قال لي بعد كده عندي اكسجينيتد تربين بيحتوي على حاجات كتير قوي، بيحتوي على الكحول، بيحتوي على فينول، بيحتوي على كيتون، الدهيد، استر وحاجات تانية. تمام، الالكحول في منه اسايكليك، مونوسايكليك، بايسايكليك، اروماتيك. وعندي اخر نقطة اللي هي عبارة عن السانتالول، انا عايزك تخلي السانتالول دوت هو مش اروماتيك، ممكن يبقى تقول عليه ان هو سيسك تربين، ده تقول عليه اما سيسك تربين سيسك الكحول، سيسك تربين الكحول، دي اول نقطه، او تقول عليها تراي سايكليك الكحول. تمام، فانت خلي السانتالول ده في تقسيمه لوحده اللي هو تراي سايكليك او سيسك تربين الكحول. تمام. طيب
بعد كده عندي ده الكحول، بعد كده الفينول، المونو هيدروك سايمول زي الانيسول، الداي هيدروك ايوجنول والسافرول، التراي هيدروك يعني بيحتوي على واحده او اتش او اتنين او اتش او ثلاثه او اتش او اربعه او اتش. تمام. طيب انا عايزاك تعمل ايه؟ المفروض ان انت النهارده طالما قاعد عايز يعني تذاكر الفولاتايل اويل، عايزاك اول حاجه او اول حاجه في بدايه المذاكره ان انت تعرف التقسيمه بتاعتي دي، اللي هو تعرف يعني انا مثلا عندي صيمول ده تبع ايه؟ تبع الفينول، الانيسول تبع الفينول، طب عندي المنسول تبع الالكحول وهكذا، يبقى تعرف ايه تبع ايه والتقسيمه بتاعته. تمام. وبعد كده وتحفظ لي، يعني اول مره هتقعد تذاكر فيها فولاتايل اويل هتحفظ لي الاستراكشرات وهتحفظ لي اللي هو التقسيمات دي. تمام. ولو حسيت ان انت خلاص هضمتهم تحفظ لي الايزوليشن. حلو. بعد كده بقى بعد كده ما تحس الدنيا اتهضمت هتفصل بحاجه تانية، يعني تفصل او تعمل اي حاجه. لو ذاكرت ده الصبح يبقى لو عايز تذاكر، ما انا عارفه ان في ناس هتبقى بتسمع الفيديو ده ليله الامتحان، عادي عادي، بس اهم حاجه تفصل ما بين لو انت بتسمعه ليله الامتحان ذاكر الايزوليشن، والايدنتيفيكيشن خليه ذاكر بس التستات لو في حاجه مهمه وانا قلت لك عليها مهمه ذاكرها، لو انت بتسمعه ليله الامتحان عشان انا عارفه الناس دي. تمام. طيب يلا يلا نكمل بقى اللي احنا كنا بنعمله. طيب ماشي، احنا بدأنا في الاكسجين التربين، هناخد بقى اول حاجة الالكول. قال لي في منه اسايكليك يعني ما فيهوش ولا حلقة، في منه مونوسايكليك، في منه بايسايكليك، في منه سيسكتربين الكحول زي السانتالول ده اللي احنا هناخدها. تمام. الزنك بريلول ده مش هناخده. تمام. البريباريشن عموما الالكحول بيحصل لها بريباريشن ازاي؟ عن طريق ثلاث طرق، الفراكشنال ديستيليشن عند الكروماتوجرافي وعند الدريفاتايزيشن. تمام. طيب الدريفاتايزيشن بعملها ازاي؟ قال لي عن طريق اما دي هيدريشن برودكت او اديشن برودكت او استر فورميشن او اليوريسين. يعني انا عندي الكحول، ايه التفاعلات اللي ممكن يعملها؟ ممكن يتفاعل مع الاسيد ويكون استر، ممكن يتفاعل مع الكربامك اسيد يكون يوريسين، ممكن يتفاعل مع اي حاجه تعمل كريستاليزيشن اللي هو تعمل كريستال اللي هو الاديشن برودكت فتكون كريستال، او يحصل له دي هيدريشن ويفقد ميه. تمام كده. طيب اول حاجه عندي اللي هو الدي هيدريشن. تمام. دي هيدريشن غالبا يعني مش بستخدمها كطريقه للايزوليشن، لان المركب اللي بيطلع منها ما بيكونش ستيبل، فهي لو هتستخدم دي هيدريشن فهي بتستخدم في الايدنتيفيكيشن فقط. حلو. الدي هيدريشن عن طريق ان انا بستخدم ايه اكتر حاجات اللي انا ممكن تعمل دي هيدريشن وبيقول لك خلي بالك منها وانت بتستخدمها؟ هي السلفوريك، واحنا عارفين لانه بيحرق كده فبيعمل دي هيدريشن، والاسيد انهيدرايت. اكتفي بمعرفه الاثنين دول علشان الاثنين دول اشهر حاجه. تمام. طيب الاديشن برودكت يعني ايه؟ قال لي دي غالبا بتحصل للبرايمري الكحول فقط، يعني هي بتستخدم في البرايمري الكحول. الدكتور قال لو انت عايز تستخدمها لفصل السكندري الكحول في الحالة دي لازم تضيف كاتاليست، بس انا عارفة ان هي بتستخدم في البرايمري الكحول. ايه فكرة الاديشن برودكت؟ انا بضيف حاجة من الاتنين، يعني حاجة الحاجة دي هتكون لي كريستال لاين ديرفاتيفز اقدر اعمل من خلالها افصل المركب من خلال تكوين الكريستالية دي، او اعمل له ايدنتيفيكيشن من غير عن طريق ان هي ليها ديفنت ميلتنج بوينت. حلو. طيب هي بتستخدم الاديشن فور البرايمري الكحول، الفورميشن بتاعها بتكون كريستال لاين اديشن برودكت عن طريق ان انا بفعلها مع ال HX او ال X2 او النيتروزو كلورايد. عندي ممكن اعمل اديشن برودكت بالكالسيوم كلورايد، ودي ركز فيها لانها جات لنا في امتحان المتر من السنه اللي فاتت. تمام. طيب بيقول لي ايه فكره الكالسيوم كلورايد؟ قال لي ان انا بكون كالسيوم كلورايد كريستال لاين ديريفاتيفز. الكالسيوم كلورايد دوت بيبقى عباره عن كريستال ليها ديفرنت ميلتنج بوينت، ممكن اعملها في الايدنتيفيكيشن، او اللي هو الكريستال نفسها بقدر افصلها من خلال تكوين الكريستاليه دي. حلو.
طيب ايه المركبات اللي بتتم بالطريقه دي؟ الدكتور قال هما ثلاثه مركبات ما لهمش رابع. يعني يعني انا مثلا لو جالي جيرينيول، هاو تو ايزوليت الجيرينيول، ابقى حاطط في دماغي الكالسيوم كلورايد دي لازقه في دماغي لانها جات لي في الامتحان السنه اللي فاتت. حلو، يبقى الجيرانيول ازاي اعمل له ايزوليشن؟ عن طريق ان انا بكون كالسيوم كلورايد ديريفاتيفز، تمام كده، او عن طريق البنزايل الكحول او السينمايل الكحول. حلو، طيب يبقى انا دلوقتي الكالسيوم كلورايد عشان ما توش وسط الهيصه، في حاجات معينه بنحفظها ما يعني لازم تيجي في الامتحان، اللي هي زي الكالسيوم كلورايد من الحاجات اللي هي مميزه قوي للجيرانيول والبنزايل والسينمايل الكحول. تالت طريقه في الدريفاتيزيشن هي اليوريسين. ايه فكره اليوريسين؟ قال لي بجيب الفينايل ايزوثيوسيانيت، اللي هو الفينايل ايزوثيوسيانيت دوت، بكون منه ديريفاتيفز. الديريفاتيفز ده ممكن يبقى بارا نيترو فينايل ايزوثيوسيانيت او الالفا نفسيل ايزوثيوسيانيت. المهم بجيب الديريفاتيفز ده هيكون لي ايه؟ هيكون لي حاجه اسمها فينايل يوريسين استر. الاستر ده المفروض ان هو اللي بيبقى كريستاليه بتعرف عليها، تمام، او بعمل ايزوليشن من خلال الاستر ده، تمام. طيب قال لي التيرشري الكحول ما ينفعش فيه الطريقه دي، ليه؟ لانه بيحصل له دي هايدريتد بسرعه فمش هينفع. فنخلي بالنا ان التيرشري الكحول غير البرايمري والسكندري، بيبقى ليه طرق معينه في الايزوليشن هنعرفها في اخر الالكحول، تمام. هقول لك السبيسيفيك تكنيك اهو، يبقى التيرشري ليه سبيسيفيك تكنيك، تمام. قال لي ان انا ممكن يتكون كارباميك اسيد، يعني انا بدل ما بكون اللي هو الفينايل يوريسين استر هكون حاجات تانية. ده بسبب وجود الموتشر، فوجود الموتشر هيسبب لي مشكله، تمام. فايه الفكره بتاعتي؟ بيقول لي انا دلوقتي عندي فوق اهو طلعوا كده الفينايل ايزوثيوسيانيت، يبقى ده كده عندي ده كده عندي الكحول اهو، تمام، الاو اتش اهو، عندي الفينايل ايزوثيوسيانيت عباره عن حلقه بنزين ماسك فيها سي، ماسك فيها ان، ماسك فيها سي، ماسك فيها او، يبقى اسمه ايه؟ فينايل ايزوثيوسيانيت، تمام. المفروض هيدينا الاديشن برودكت بتاعي اللي هو ايه؟ اسمه فينايل يوريسين استر. فعلت ايه؟ هتلاقي هنا كده عباره عن ايه؟ السي او دي اهي، السي او اهو اهي، وهتلاقي هيمسك من هنا كده بو ار اللي هما ده مع ده، هي هتمسك هنا كده، تمام كده، او او، والدبل بوند دي هتتشال والاتش دي هتتحط هنا، تمام. يبقى يدينا فينايل يوريسين استر. طيب قال لي افرض بقى لو انا موجوده عندي ميه، ايه اللي هيحصل؟ الميه يعني هتخلي مش الكحول مش يتفاعل مع دي، هتخلي الميه هي اللي تتفاعل مع دي، تمام. فهيدينا حاجه اسمها الكارباميك اسيد. الكربونيك اسيد ده عباره عن رمزه ايه؟ عباره عن حلقه بنزين فيها عباره عن فيها ان، حلقه بنزين ماسكه فيها ان، تمام. السي او او هنا سي او او اهو، تمام، واحط او اتش جايه من الميه، تمام. ادينا كربونيك اسيد ده بيبقى ان ستيبل، يبقى ده كده كربونيك اسيد، تمام، ده بيبقى ان ستيبل. هيحصل ايه؟ قال لي هيتحول الى انيلين، هيقوم فاقد السي او او دي، هيفقد الكربوكسيليك دي ويتحول الى انيلين. انيلين ده كان رمزه ايه؟ عباره عن حاله بنزين فيها ان اتش 2، تمام. الانيلين ده عن طريق هيتفاعل مع جزيء جديد من الفينايل ايزوثيوسيانين، تمام. يبقى الانيلين هيتفاعل مع مركب جديد من او مولوكيول جديد من الفينايل ايزوثيوسيانين، هيكون ايه؟ هيكون داي فينايل يوريا. يبقى انا دلوقتي يوريا، داي فينايل يوريا. يبقى انا دلوقتي بدل ما انا كنت عايز الفينايل يوريسين استر، لا ده انا طلع معايا داي فينايل يوريا، ده صح، ده كده التفاعل ما تمش، يبقى مش هو ده اللي انا عايزاه. يبقى ليه بيقول لك ان التفاعل بتاع اليوريسين ما ينفعش فيه وجود ميه؟ لان بيتكون معايا الكربونيك اسيد اللي هو بيكون ان ستيبل، اللي بخليه في الاخر يتحول لانيلين. الانيلين ده بيتفاعل مع مركب جديد من الفينايل ايزوثيوسيانيت ويدينا داي فينايل يوريا. زود المعادله اللي انا لسه كاتباها دي، زودها عندك، تمام. يبقى انا عندي الكحول هيتفاعل مع الفينايل ايزوثيوسيانيت اللي هي عباره عن حاله بنزين ماسك فيها ان دبل بوند سي دبل بوند او.
لما يتفاعل معاها المفروض ان الدبل بوند بين ال N و C هتتشال وهيتحط او ار ماسكه في ال C، يبقى كده اسمه فينايل يوريسين استر. طب في وجود الميه هحط H2O مع الفينايل ايزوثيوسينيل هيدينا ايه؟ هيدينا بدل ما احط OH OR حطيت OH، فيتكون حاجه اسمها الكاربوميك اسيد، ده بيبقى انستيبل بيتحول الى انيلين. الانيلين دوت بيبتدي يمسك مع مركب جديد من الفينايل ايزوثيوسينيت هيدينا داي فينايل يوريا، وده مركب مش انا اللي عايزاه، تمام كده. طيب يبقى انا اخدنا في الديريفاتيزيشن اول حاجه الدي هيدريشن برودكت، اخدنا الاديشن برودكت، واخدنا اليوريسين. هناخد بقى اللي هو الاستر فورميشن اللي هو فعله مع اسيد عشان يدينا استر. الاسيد ده ممكن يبقى بوريك اسيد وفي ساليت استر، تمام، يبقى اما في سالك اسيد او بوريك اسيد. طيب انا اساسا بيقول لي ان الكحول بيتحول مع الانهيدروس، بيتفاعل مع الانهيدروس اسيد عشان يدينا استر، تمام. قال لي ان هو بيحصل في الحالتين، الاستر ينفع في حالة البرايمري والسكندري، تمام، بس بيحصل مور رابيدلي في البرايمري عن السكندري. التيرشري الكحول ما ينفعش معايا تكوين الاستر، بيحتاج سبيشال تكنيك عشان اكون منه الاستر، لان لو انا استخدمته هيحصل دي هايدريشن على طول ومش هيكون استر، تمام. الطريقة دي تنفع في البيورفيكيشن، السيبريشن، ايدنتيفيكيشن، كوانتيتيف السيك. طيب بستخدم انهي طريقه الايزوليشن؟ على حسب كل الكحول بتاعي، على حسب نوع الكحول بتاعي. حلو، اول حاجه ممكن اكون بي استر عن طريق ان انا اكون بوريت استر، ان انا افعله مع البوريك اسيد او البوريك انهيدرايد. طب انا ليه مثلا ما قلتش هفعله مع السلفوريك عشان يدينا سلفيت استر مثلا؟ لا ما ينفعش، ليه؟ لان اصلا انا عايزه يكون الحمض بتاعي ضعيف علشان يكون الحمض الضعيف دوت هيكون استر، انما لو الحمض بتاعي قوي هيعمل دي هايدريشن ويعمل ري ارينجمنت ويبتدي يحصل حاجات تانية. فليه انا استخدمت بوريك؟ قال لي لان البوريك ده بيكون لي ليتل افكت ان اوف الكحول، ليتل دي هايدريشن اند ري ارينجمنت افكت اون الكحول، يبقى هو ليه تاثير ضعيف، ما بيحصلش دي هايدريشن ولا ري ارينجمنت، تمام. ممكن استخدمه عشان افصل لو انا عندي برايمري وسكندري الكحول، افصلهم عن التيرشري الكحول، تمام. طب الفيساليت استر، قال لي بفعله مع الفيساليك انهيدرايد علشان يدينا اللي هو الايه الاستر بتاعي، تمام. بعد كده ممكن اعمل له ريجينريشن عن طريق ان انا اخرجه في بنزين، بعد كده يعني الاسيد فيساليت استر هيدوب في البنزين، ابتدي اخرجه من البنزين عن طريق ان انا بضيف الكالوب. يبقى انا عندي الكحول اهو، الكحول بعمله مع الفيساليك فيساليك ده اللي قدامي ده فيساليك انهيدرايد، تمام. ببتدي اسخن بيكون لي اللي هو عباره عن الاسيد فيساليت استر، تمام. ده المفروض ان هو بيدوب في الدايل بنزين لير، يعني انا لو حتى دلوقتي في اكواس لير وبنزين لير هتلاقي ان هو دايب في البنزين لير. بعد كده انا عايزه اخرجه بقى من البنزين، ابتدي اضيف له قاعده زي الكي او اتش، هيطلع على هيئه صولت، الصولت ده هيبقى دايب في الميه، تمام، فيطلع على هيئه ايه فوسفيت، اللي هو على هيئه بوتاسيوم في ساليت، تمام، ويطلع بقى ال ROH الكحول يطلع تاني بره، تمام كده. يبقى الكحول طلع بره، يبقى الكحول طلع بره ده اللي انا عايزاه، انما الفيساليت والفيساليك اسيد وزفت الطين هيطلع مع ال KOH. حلو، يبقى انا اعمل له ريجينريشن عن طريق ان انا اضيف الكالوي، تمام. طيب الكحول بيحصل له ريجينريشن باي الكالاي هيدروليسيس، الفيساليت استر ار سام تايمز يوزفول فور سيبريشن ميكتشر اوف برايمري وسكندري، تمام. ممكن يبقى حلو في ان انا افصل البرايمري والسكندري احيانا، تمام. قال لي ذا هايلي بريفيربل ميثود از دان باي اديشن 3 نايترو فيساليك اسيد، يعني افضل طريقه ان انا اضيف 3 نايترو فيساليك اسيد واعمل منه اديشن برودكت زي نفس الطريقه دي، تمام. يبقى لو انا دلوقتي سالني سؤال، ابسط سؤال يسالني مثلا ممكن اعمل ريجينريشن في حاله الفيساليت عن طريق ان انا اضيف اسيد؟ غلط،
لو جالي فحو غلط هقول غلط عن طريق ان انا بضيف الكالوري. تمام، حاجه بسيطه كده بس انت ممكن ما تركزش فيها وتيجي تتلخبط فيها في الامتحان. تمام كده. طيب بعد كده بقى هنبتدي بقى في الكحول. يبقى انا قلت في الكحول عندي الاديشن برودكت، ان انا بعمل اديشن برودكت ممكن عن طريق ان انا اعمل دي هايدريشن قلنا مش هستخدمها، يبقى انا عندي اما اديشن برودكت اللي هو الكالسيوم كلورايد والنيتروزو كلورايد والحاجات دي، او اكون استر او اكون يوريسين. عندي بقى الكحول، عندي الاسايكليك، الاسايكليك الكحول هتلاقي عندي ثلاث مركبات وكلهم مفهومش ولا سايكل. تمام، طب انا بعرف منين هل هو برايمري الكحول ولا هو سكندري الكحول شغل ثانوي ازاي؟ انا عندي الاو اتش اهي، تمام، ماسكه فيه كربونه، تمام، الكربونه دي بقى ماسكه فيها 1 ار يبقى برايمري، ماسكه فيها 2 ار يبقى سكندري، ماسكه فيها 3 ار يبقى تيرشري. تمام كده، يبقى الكحول ممكن يبقى برايمري لو ماسك، لو الكربونه اللي ماسكه في الاو اتش ماسكه فيها ار واحده، لو 2 ار يبقى سكندري، لو 3 ار يبقى تيرشري. تمام، طيب انا دلوقتي عايزاك تطلع انت الخصائص من عندك. تمام، اول حاجه عندي السترو نيلول، اول حاجه ده عباره عن ايه؟ الكحول. حلو، يبقى ده طبعا الكحول ده سايكل اسايكليك، يبقى تقول اسايكليك الكحول ده عباره عن ايه؟ الكربونه اللي ماسكه فيها ماسكه فيها ار واحده، تمام، يبقى ده عباره عن برايمري الكحول، يبقى هو عباره عن برايمري الكحوليك و اسايكليك. حلو كده. طيب السترو نيلول طالع منين؟ هو السترو نيلول دوت جاي من السترونيلا او الجرانيوم او اللي هو السترو نيلول ده برضو بيجي من سترس فروت عموما يعني. تمام، فتلاقي تاني حاجة من السترس فروت هو السترونيلول. تمام، هتلاقي ان هو ريحته زي الورد، روز لايك اودر. يبقى تاني حاجة، يبقى احنا اخذنا اول حاجة الليمونين كانت اورنج لايك اودر، اخذنا عندي السترونيلول كانت روز لايك اودر. تمام، وده عبارة عن برايمري الكحول واسايكليك زي ما قلنا. تمام، طب البروبرتيز تبقى كولرليس وستيبل لي روز لايك اودر، لو فعلته مع السلفوريك هيبقى ستيبل وبيحصل له بوليمرايزيشن في وجود السلفوريك، رياكت كوانتيتيفلي ويز الفورميك يكون الفورميت استر. حلو، يعني هو بيتفاعل مع الفورميك يكون فورميت. اللي يهمني، اللي يهمني ان انا اعمله ايزوليشن عن طريق ان انا افعل من مع الفيساليك انهيدرايت واكون فيساليت استر زي ما اخذنا قبل كده، ان الفيساليت استر دوت هيدوب في ايه؟ هيدوب في البنزين، اعمل له ريجينريشن عن طريق الالكالي اللي هو الكي او اتش. هيبتدي يحصل ايه لما اعمل له ريجينريشن؟ هيبتدي يكون سولت، الفيساليت هيتكون على هيئه سولت وهيتبقى الالكحول لوحده. تمام، يبقى انا عندي دلوقتي الاويل زائد الفيساليك انهيدرايت زي المخطط اللي قلناه قبل كده. تمام، او عن طريق الفراكشنال ديستليشن. حلو، طيب عندي ازاي اعمله ايدنتيفيكيشن؟ دي مهمه في الحاله دي، هقول لك ذاكر الايدنتيفيكيشن، لان هيقول لك مثلا ممكن يقول لك ازاي تعمل ايدنتيفيكيشن في وجود الجيرينيول، او ازاي تعمل ايدنتيفيكيشن في عدم وجود الجيرينيول. تمام، طب اليوزز بيستخدم في ايه؟ قال لي بيستخدم في الروز كومباوند، السنسيتك روز كومباوند والبرفيوم والكوزموتيك، يبقى المنتجات بتاعه الورد مثلا زي اللي هو ميه الورد والحاجات اللي بتحتاج فلافرنج ايجنت دي، وبيدخل في تكوين البرفيوم والكوزموتيك. تمام، طيب احنا دلوقتي التفاعلات هناخدها على بعضها كلها، بس نبتدي بس ايه اللي بعده؟ الجيرانيول والنيرول. لو تلاحظ ان الجيرانيول اللي هو السترونيلول ده شبه النيرول بالظبط، بس الفرق ايه؟ هنا الدبل بوند. تمام، طب ايه الفرق ما بين الجيرانيول والنيرول؟ قال لي الجيرانيول ايده لفوق، تمام، والنيرول ايده لتحت، يبقى ده ايده لفوق وده ايده لتحت. تمام، طيب قال لي لو انا بصيت كده عندي الدبل بوند هنا والدبل بوند اهي، دي الدبل بوند. تمام، هتلاقي ان هنا دي فوق وكده ده تحت، صح، ده فوق وده تحت، يبقى كده ترانس. طب لو بصيت هنا هتلاقي هنا كده الدبل بوند، ده تحت وده تحت، يبقى ده السيس.
تمام. يبقى هي مكتوبه تحت الجيرانيول، المفروض ده عندك الجيرانيول الاولاني اللي هو ايده لفوق الجيرانيول، اكتب تحت الايد اللي فوق دي جيرانيول. عايزك تكتب ايد جيرانيول، ايد لفوق سترانس، نيرول ايد لتحت سيس، تمام، لانها هي مكتوبه هنا الجيرانيول سيس، لا هتبقى ترانس، وايده موجوده فين؟ لفوق. النيرول ايده لتحت وهتبقى ايه؟ سيس، تمام كده. طيب البربرتس هو انستيبل، ليه ريحه الورد، تمام. الجيرانيول صحيح موجود برضو في السترونيلا اللي هو عائله السيتروس، تمام. فضيف لمعلوماتك برضو الجيرانيول والنيرول يعتبر تبع السيتروس فلوت، وبرضو بيبقى ريحتها ريحه الورد. حلو. طيب بيقول لي بقى، قول لي افكت اوف الاسيد على الجيرانيول والدي هايدريشن ويز الدايل اسيد، هتلاقي الحاجات دي كلها تحت، تمام. اللي هو هنشوف الافكت بتاع الاسيد سواء كان دايل اسيد او كونك اسيد، تمام. طيب قال لي الايزوليشن، قال لي الجيرانيول احنا حافظينها من قبل كده عن طريق ايه؟ اضيف ايه؟ كالسيوم كلورايد، يدينا كالسيوم اللي هو ايه؟ عباره عن اديشن برودكت من الكالسيوم كلورايد، تمام. قال لي بالتاني حاجه وده ينفع في حاله الجيرانيول، انما النيرول مش هينفع مع الطريقه دي، تمام. قال لي الايدنتيفيكيشن، قال لي عن طريق ان انا كون كريستالاين ديريفاتيفز من الدايفينايل يوريسين، يبقى كون كريستالاين ديريفاتيفز من الدايفينايل يوريسين ليه ديفينيت ميلتنج بوينت، تمام كده. طيب اليوزز بتاعتها بقى خلي بالكوا علشان ايه الحته دي، يعني ايه عايز تتحرك شويه. قال لي الاستخدام ده اللي هو اسمه ايه ده، فور كومباوندنج للسينثيتك روز، تمام. يبقى منتجات اللي هو الروز كومباوند عشان اصنعها بستخدم الجيرانيول والنيرول، يبقى دي بتاعه الجيرانيول والنيرول اللي هو الكومباوندنج للسينثيتك روز كومباوند، او اللي هو الروز كومباوند ده سينثيتك روز كومباوند. في الحاله دي اسمها ايه؟ دي بتاعه النيرول، النيرول النيرول والجيرانيول. طيب البرفيوم والكوزموتيك دوت بتاع الحاجه اللي بعديها اللي هي كانت ايه؟ اللي هي كانت اللينالول، ده استخدام اللينالول، تمام. طيب عندي الكارمينيتيف، الكارمينيتيف والسمول اماونت واللوكال انتي بيوريتيك والحاجات دي كلها، دي بتاعه ايه؟ دي بتاعه المنسور. البرفيوم والكوزموتيك والحاجات دي كلها بتاعه الالفا تريبينيول، تمام. يعني هي ماشيه بالترتيب، بس هي بس ايه يعني جت الناحيه دي شويه، دي كده جت الناحيه دي شويه، بس ده بتاع اول مركب، ده بتاع تاني مركب، تالت مركب، رابع مركب، خامس مركب، وهكذا، دول الخمسه اللي جنب بعض، تمام. طيب بيقول لي بالنسبه للينالول اخر حاجه في الاسايكليك، اللينالول يعني ايه؟ هي شبه التانية بالظبط، بس بدل ما الدبل بوند هنا بدل ما الدبل بوند هنا نزلت لتحت، تمام. والاو اتش بدل ما هي تحت طلعت لفوق بقى تاني. طيب تعالى كده عايزين نشوف مين فيهم سكندري الكحول، وفي منهم مين منهم برايمري، ومين فيهم كذا. احنا قلنا ده برايمري، حلو. طب ده برايمري وده برايمري، حلو. اللينالول قال لي ماسك في الكربونه، الكربونه دي ماسكه فيها ار، ماسكه فيها ار، ماسكه فيها ار، يبقى 3 ار. يبقى في الحاله دي بقول في اللينالول ده عباره عن سايكليك تيرشري الكحول، حلو. طيب بما انه تيرشري الكحول هل ينفع مع اي حاجه كده؟ لا، قلنا سبيسيفيك تكنيك، حلو. طيب هنلاقي المنسول يعتبر دخلنا في البايس في السايكليك بقى، السايكليك ده المونو سايكليك الكحول. قال لي في الحاله دي المونو سايكليك عباره عن سايكليك واحده، عندي هنا في المنسول الاو اتش هنا ماسكه في الكربونه وماسكه فيها ار وار، يبقى في الحاله دي عباره عن سكندري. طب هنا الالفا تريبينيول يبقى هنا بيكون من ار وار وار، يبقى هنا عباره عن ايه؟ ده تيرشري الكحول، تمام كده. في حاله الايه؟ الالفا تريبينيول، الالفا تريبينيول كون لها قبل كده عن طريق الايه؟ الالفا بنين، عن طريق ان انا كنت بعمل منه خطوات كتير، بحط له اتش سي ال جاز هيدينا ايه؟ هيدينا حاجه كانت ان ستيبل، هيحصل لها ايزوميريشن يدينا برونايل سي ال، بعد كده احط له كي او اتش كان هيدينا اللي هو كان عندي البرونيول، بعد كده البرونيول ده هبتدي اكون منه اكسيديشن يدينا الكامفر، حلو. دول الاثنين الاولانيين. طب قلنا الالفا تروبينيول بيتكون من ايه؟ قلنا من الكانديدا تروبيكاليس في وجود 40 درجه سيليزيوس كان بيدينا الفا تروبينيول. شوف انا حفظت، احفظ انت كمان وانت قاعد،
ماشي. طيب اللينالول قلنا ان هو التيرشري الكحول زي ما قلنا، ده بيجي من الكورياندر او بيجي من اللافندر. بما انه من اللافندر يبقى بيستخدم في اللافندر، بيستخدم في الكوزموتيك كلها وفي البرفيوم، دي حاجه معروفه يعني. اللافندر ده من الحاجات اللي بيبقى ريحتها مشهوره قوي ومعروفه ان هي ريحتها حلو. طيب البروبرتيز ده كلرليس، ليه بليزنت اودر، انستابل في الدايل اسيد اند الاسيد انهايدرايد، بيحصل لها ايه ري ارينجمنت، تمام كده. الكونك اسيد بيعمل له دي هايدريشن. بي كيرفول ان هو بعمل له باي كيرفول فراكشنال ديستليشن عن طريق الايه اوف السابونفايد اويل. يعني يبقى انا هو بيحتوي على سابونفايد اويل، بخلي بالك اعمل كيرفول ايه كيرفول فراكشنال ديستليشن. اللينالول بيحصل له اكسيديشن ويدينا السترول، وهنشوف الكلام ده كله. فورميشن ممكن اعمله ايدنتيفيكيشن عن طريق ان انا اكون السيمي كاربازون، وده بيبقى ليه ديفينيت ميلتنج بوينت. عندي المنسول، المنسول ده عباره عن ايه؟ عباره عن حلقه سداسيه فيها او اتش، تمام. يبقى هو نفسها بالظبط زي اللي هو الليمونين، كان شبه ده بالظبط، تمام. بس كان في هنا كده رجل عصفوره، لا انا شلت رجل العصفوره دي وحطيت هنا او اتش، يبقى ده كده المنسول. طب احنا هناخد كمان شويه الصيمول، هيبقى شبه ده بالظبط، الصيمول شبه المنسول بالظبط، بس رحت عملت هنا خليت دي حلقه بنزين، يبقى في الحاله دي اسمها ايه صيمول، تمام. يبقى انا عندي دلوقتي المنسول جاي من المنسى، ليه ريحه النعناع، ميبرمنت لايك اودر، عباره عن سكندري الكحول، هو مونوسايكليك، تمام. قال لي بعمله ايزوليشن ازاي؟ عن طريق ان انا بعمل له كولينج فيدينا ايه الكريستالية على طول. قال لي او اعمل له هيدروجينيشن اوف الصيمول. انا قلت الصيمول عباره عن ايه؟ في 3 دبل بوند على الحلقه حلقه بنزين، لو عملت هيدروجينيشن لحلقه البنزين يعني كل دبل بوند هتطلع اتش واتش، فشلنا الدبل بوند، حطيت اتش واتش شلت الدبل بوند، حطيت اتش واتش شلت الدبل بوند، يبقى في الحاله دي هيدينا ايه المنسول. الالفا تروبينيول بيجي من البينس سبيشيز، عباره عن مونوسايكليك تيرشري الكحول زي ما قلنا، بيحصل لها دي هايدريتد بسرعه ويز الاسيد اند الاسيد انهايدرايد، لانه قلنا ان هو تيرشري الكحول. الايزوليشن بيحصل له ايه فراكشنال ديستليشن. بعد كده فولود باي كولينج او اكونه عن طريق الالفا بينين، وده قلنا الناتشرال، تمام، الالفا تروبينيول. طيب قال لي الايدنتيفيكيشن بتاعته، قال لي بريباريشن اوف النيتروزو كلورايد، يعني عشان اعمل ايدنتيفيكيشن اكون منه النيتروزو كلورايد ديريفاتيف اللي هو يعتبر ايه بيدينا كريستال لاين فورم، اقدر من خلالها اعرف ليه ديفينيت ميلتنج بوينت، او اكون فينايل يوريسين ديريفاتيفز اللي هي من خلالها اقدر اعرف منها الكريستالين ميلتنج بوينت. اللي يهمني ان انت تبقى عارف الطرق بتاعه الايزوليشن، تمام، لان لازم المركب يبقى عندي ستيبل. طيب استخدامات اللي هو عندي الالفا تريبينيول، بيستخدم في حاله البرفيوم الكوزموتيك اند السوب اندستريز، تمام. المنسول بيستخدم كارمينيتيف في السمول اماونت، لان انا انت بستخدم المنسى او النعناع، لو بطني بتوجعني طارت للغازات. لوكال انتي بريوتريك اللي هو مضاد للهرش. كاونتر ايريتانت، يعني بيستخدم عشان يزود البلاد ستيميوليشن في منطقه معينه، لو الشخص ده مثلا عنده وجع في ظهره مثلا، لو في لصقات او حاجه تبتدي ايه بتعمل كاونتر ايريتانت، تمام. طيب عندي ناخد بقى التفاعلات. احنا قلنا الايزوليشن بتاع السيترو نيلول، قلنا عن طريق ان انا بكون منه الفيساليك انهيدرايد من غير ما ابص كده ومن غير ما تبص كله. احنا قلنا الفيساليك انهيدرايد ده بيتكون ازاي؟ المفروض ان انا بكون منه الفيساليت استر واعمل له ريجينريشن بي وبيكون دايب في البنزين، بعمل له ريجينريشن بي الالكالاي، هيدينا السترونيلول. هي نفسها، هي نفس الكلام، انا مش عايزاك تعرف حاجه غير اللي انت عارفه تاني. طيب بيقول لي بقى احنا قلنا الايدنتيفيكيشن هنحفظها، قلنا لان ممكن يقول لك قول لي الايدنتيفيكيشن بتاعه الايه السترونيلول، لو قال لك من غير ما يتكلم يبقى في الحاله دي هتقول في وجود الجيرانيول وفي عدم وجود الجيرانيول. طيب لو قال في وجود الجيرانيول هكتب المعادله بس بتاع وجود الجيرانيول، قال لي في عدم وجود الجيرانيول هكتب المعادله بس بتاعه عدم وجود الجيرانيول،
انما لو قال لي ازاي اعمل له ايدنتيفيكيشن هتبتدي تكتب الاثنين. طيب ازاي اعمل له ان ابسنس اوف الجيرانيول؟ قال لي والله هجيب الاويل احط عليه فيساليك انهيدرايت هيدينا الايه اللي هو الفيساليت استر اللي انا عارفه. تمام. بعد كده قلنا ان هو المفروض بيبقى دايب في البنزين اعمله بالكالوري. هنا اضاف له اي جي ان او 3 اللي هو السيلفر نيتريت هيدينا السولت بتاعي اللي هو الكريستال لاين اي جي سولت اللي هو ليه ديفينيت ميلتنج بوينت. تمام. في وجود الجيرانيول هحط الاويل احط عليه بايروفيك اسيد هيدينا ايه؟ هيدينا بايروفيت استر. حلو. وزائد السيمي كاربازايت. السيمي كاربازايت ده يعني انا هيتحول الى السيمي كاربازون اللي هو بيبقى ليه ديفينيت ميلتنج بوينت. حلو كده. يبقى انت دلوقتي عرفت ازاي تعمل ايزوليشن وتبقى حافظه صم، وازاي تعمل بيورفيكيشن ايدنتيفيكيشن وتبقى حافظه صم برضو. طيب عندي بعد كده ان تاثير الدايل اسيد على الجيرانيول. الجيرانيول ده قلت اللي هو ايده لفوق. حلو. الجيرانيول ده حطيت عليه اسيد هيتحول للنيرول، الايد تنزل لتحت. حلو. لما تيجي تكلمني نزل ايدك. هو بالظبط كده الدايل اسيد لما بيتفاعل مع الجيرانيول بيقول له قبل ما نبدا تفاعل نزل ايدك الاول، نزل ايده الاول. بعد كده ايه راح اعمل ايه؟ حط اسيد تاني. يبقى اول خطوه هيكون نيرول، تاني خطوه مع الاسيد هيفقد ميه الاو اتش دي، الاو اتش دي هتمشي والبتاع دي هتقفل. تمام. يبقى دي هتطلع فوق وتقفل والاو اتش دي هتمشي. تمام. يبقى انا عندي البتاع قفل واتبقى عندي هنا ايه؟ قطاين عباره عن من سين، من سين قطاين. طيب خلي بالك عارف احنا اصلا في الفولاتايل اويل معظمهم ليهم نفس الشكل، معظمهم بدايتهم كده. تمام كده. تمام. وتبتدي بقى على حسب الدبل بوند الاو اتش ما اعرفش ايه تبتدي تتعرف عليه. قال لي في حاله بقى اللي انا قدامي اللي انا رسمته ده اسمه منسان، يعني جاي من المنسى بس اسمه منسان. يعني ايه منسان؟ يعني الكان. حطيت دبل بوند اسمه ايه؟ اسمه منسين. حطيت او اتش اسمه منسول. حطيت سي دبل بوند او اسمه منسون. تمام. يبقى هو دوت ايه جاي من إيه؟ يعني افتكرها بكده يعني. تمام. يبقى ده اتكون ايه؟ من سين قطين. المنسين ده لو حطيت له اتش ايه اللي هيحصل؟ هيكون هنا او اتش، يبقى اسمه الفا تريبينيول. يبقى نفتكر تاني كده الالفا تريبينيول اول خطوه كونتها عن طريق الالفا بينين، عن طريق الكانديدا تروبيكاليس، وفي الحاله دي كنت بقول عليها ايه؟ كنت بقول عليها ناتشورال. تاني حاجه ده تعتبر طريقه سينثيتك. ليه؟ لان الطريقه دي بتعتبر انا بضيف اسيد، انا اللي بضيف اسيد مش كونت في الطبيعه. يبقى تاني طريقه كونها عن طريق الجيرانيول او النيرول. تمام. يبقى الجيرانيول احط اسيد هيدينا نيرول، احط اسيد هيدينا منسين، احط اسيد هيدينا الفا تربينيول. الالفا تربينيول ده لو حطيت اسيد هيدينا تروبين. تروبين ده اللي هو او اتش واحد واو اتش هنا فوق وتحت. تمام. بنقول عليها واحد وتمانية تروبين، او اسمه تروبين هيدريت او تروبينيول هيدريت واتيفر. يعني احنا هناخد التروبين ده، افتح قوس برضو واكتب رقم واحد. التروبين بيتكون من الجيرانيول. حلو. ولما نشوف تروبين تاني تضيف عليها، لان التروبين دي هتقابلني في كذا حته. تمام. يبقى انا عندي دلوقتي الجيرانيول حطيت عليه اسيد دايل اسيد. خلي بالك دايل اسيد، دايل اسيد هيدينا نيرول. نزل ايدك تحت. النيرول حط عليه دايل اسيد هيفقد ميه يدينا من سين قطين. هنحط عليه اسيد تاني هيدينا الفا تربينيول، اسيد تاني هيدينا التربين اللي هي بتحتوي على 2 او اتش. طيب قال لي الجيرانيول دوت ممكن لو انا حطيت عليه اللي هو الاسيد يدينا نيرول، لو حطيت عليه اسيد ممكن يدي التروبين هيدروكربون. تمام. ف يعني هو ممكن، بس اللي هو تحفظه اللي فوق هو يعني هو ده اللي تحفظه افضل يعني. تمام. يبقى انا عندي الجيرانيول واللي هو النيرول، لو حطينا عليه الدايل اسيد هيدينا ايه؟ قال لي الدايل اسيد هيدينا مره نيرول، مره من سين قطين، ومره هيدينا الفا تربينيول، بعد كده هيدينا التربين. طيب قال لي اللي هو المعادله اللي تحت دي ده مع الكونك اسيد،
الكونك اسيد، مش عايزاك تحفظ حاجه، اللي عايزاك تعرف مع الكونك اسيد هيدينا ميكتشر من التربين هيدروكربون، يعني كل اللي تعرفه هيديك تربين هيدروكربون، تمام؟ مش هتحفظ حتى الاستراكشر، هتقول ان هو بيدينا ميكتشر من التربين هيدروكربون فقط، تمام؟ طيب يبقى قول لي، لو هسألك سؤال دلوقتي، قول لي اللي هو الافكت اوف الدايل اسيد اند الكونك اسيد على الجيرانيول. الدايل اسيد هيدينا نيرول من سين كاتاين، الفا تربينيول تربين. طيب الجيرانيول مع الكونك اسيد هيدينا ميكتشر اوف التربين هيدروكربون، تمام كده؟ طيب بعد كده بيقول لي بقى اللي هو عندي الاويل كونتيننج ببتدي افصله بقى، اللي هو الطريقه اللي انا عارفاها، الاويل بيحتوي على الجيرانيول، افصله ازاي؟ اضيف له كالسيوم كلورايد، اللي قلنا الثلاثه ما لهمش رابع، اللي هو الجيرانيول، البنزايل الكحول، والسينامايل الكحول، اللي بيتم فصلهم عن طريق الكالسيوم كلورايد. هعمل شيك واخده في بنزين، هيبتدي يدينا اديشن كومبلكس او اديشن برودكت، هبتدي اعمل له ريجينريشن عن طريق الورم ووتر، هيدينا بيور جي اللي هو جيرانيول. طيب بعد كده عندي التربين اللي هو اللينالول، قال لي اللينالول ده اللي هو عباره عن كان تيرشري الكحول، تمام؟ احنا قلنا هو عباره عن ايه؟ قلنا في حاله النيرول كان الاو اتش هنا وكان الدبل بوند فوق، في الحاله دي ايه؟ شلت الاو اتش وشلت الدبل بوند ونزلت الدبل بوند لتحت وحطيت الاو اتش فوق، تمام؟ يبقى في الحاله دي اسمه اللينالول. قال لي اللينالول ده لو انا فعلته مع الاسيد هيدينا تربين هيدريت، تمام كده؟ 5% اسيد هيدينا تربين هيدريت، اللي هي نفسه اللي احنا لو لاحظت كده من شويه هي نفسها دي اللي هو التربين، يبقى ده اسمه تربين هيدريت او تربين او 1.8 تربين، اللي هو الاو اتش فوق او اتش تحت مع الدايل اسيد، زي نفس الفكره اللي هنا بالظبط، تمام؟ بس هنا كنت قلت الفا تربينيول، انما هنا اللينالول. حلو، قال لي اللينالول دوت اللي يهمني او بقى اللي هي المعادله اللي تحت ده، لو انا عملت له اوكسيديشن، تمام، هيحصل ري ارينجمنت، هيدينا استرال اي وبي. استرال ده غير استرول اللي هو اخذنا الجيرانيول، تمام، والنيرول. الجيرانيول والنيرول كان لا اما ايده لفوق وفيها او اتش فوق او ايده لتحت فيها او اتش، انما هنا الالدهيد بتاع النيرول الالدهيد بتاع النيرول هو اسمه السترول، السترول بي او النيرول، اسمه السترول بي او اسمه النيرول، ايده لتحت وفيها الدهيد. يبقى لينا لول مع الاكسديشن هيحصل ايه؟ هيتكون الى سترول بي. طيب مع الجليشيا الاسيتيك اسيد او الاسيتيك انهيدرايد هيتكون ايه؟ هيرجع لي بقى كل الحاجات اللي فاتت، هيدينا الجيرانيول، هيدينا النيرول، هيدينا الالفا تريبينيول، يدينا اخواته يعني. اللينالول اصلا بصوا لو تلاحظوا انا عندي في الاسايكليك الكحول عندي ثلاثة او عندي اربعة، السترونيلول، الجيرانيول، النيرول، اللينالول. طيب وعندي الالفا تروبينيول لو انا عملت له جليشيا الاسيتيك اسيد او الاسيتيك انهيدرايت هيبتدي ايه؟ هيبتدي يتحول لاخواته اللي هو الاسايكليك اللي هو اللينالول هيتحول الى تريبينيول وممكن يتحول الى جيرانيول وممكن يتحول الى النيرول، تمام كده؟ يبقى هيدينا ميكتشر من حاجات تانيه، تمام؟ طيب بيقول لي عندي بالنسبه للسترال بي ده بيبقى ريزيست الاكسديشن بات ري ارينجمنت فيرست سين اوكسيدايز، ممكن يحصل له لو انا عملت له ري ارينجمنت بعد كده يحصل له اكسديشن، تمام كده؟ طيب لو انا فعلت اللينالول مع الكونك اسيد زيه بالظبط زي الجيرانيول نفس الاجابه، هقول بيتكون من ميكتشر اوف تربين هيدروكارب، تمام كده؟ طيب بعد كده عندي اللينالول لو فعلته مع عملت له اوكسيديشن في وجود الكاربامك اسيد او اللي هو في وجود اللي هو الكروميك اسيد هيدينا السترال بي اللي هو النيرول، نفس التفاعل اللي فوق بالظبط اللي انا عملت له اوكسيديشن، سواء الاوكسيديشن ده عملت له اوكسيديشن باي حاجه، تمام؟ طيب بيقول لي عندي يبقى احنا كده خلصنا اللي هو التفاعلات بتاع الجيرانيول، خلصنا التفاعلات بتاع اللينالول، خلصنا التفاعلات بتاع احنا لسه ما كملناش فيه، باقي التفاعلات لسه ما كملناش، بس انا عندي الكالر رياكشن بتاع المنسول احنا عارفينه، ممكن يستخدم في الايدنتيفيكيشن بتاع المنسول. لو قالك اتعرف لي على المنسول هنقول ايه اللي احنا قلناه في العمل، ان انا احط عليه نقطه من السلفوريك
هيتبقى عندي اللي هو عن طريق واحط عليه الفانيلين سلفوريك اسيد ريجنت، تمام، هيدينا اورنج يلو كلر. لو حطيناها كبناها في الحوض او حطينا عليها نقطه ميه هيدينا ايه، فايلوت كلر، تمام كده. طيب بقيه التفاعلات بقى عندي المنسول، تفاعلات المنسول. قال لي المنسول ده اللي هو قدامي ده، انا لسه قايله لك من شويه ان الحاجه العامه عموما اللي احنا بنشتغل عليه فولاتايل اويل، معظم الحاجات كانت الشكل ده، تمام، اللي هو حلقه بنزين، يعني حلقه سداسيه، مش حلقه بنزين، حلقه سداسيه وفيها كده وكده، تمام. طيب قلنا لوحدها كده من غير ما اضيف عليها اي حاجه لوحدها بقول عليها ايه، بقول عليها من سين. حطيت دبل بوند اسمه من سين. طب شلت الدبل بوند خالص دي، حطيت او اتش، يبقى اسمه من سول. شلت الاو اتش خالص وحطيت عليها سي دبل بوند او، يبقى اسمه من سون، تمام. طب لو عملت شلت الدبل بوند او دي وخليت فيه او اتش وعملت هيدروجينيشن يبقى اسمه ساي مول، تمام كده. طيب تعالوا ما نشوف، بيقول لي عندي المنسول لو انت عملت له دي هايدريشن، يعني انت شلت ميه. يعني ايه شلت ميه؟ يعني انا عندي الاو اتش هنا، تمام، هيبتدي يشيل من الكربونه هي والكربونه اللي جنبها، يبقى يشيل اتش هنا، اتش اهي، اتش واو اتش عشان يشيل ميه يحط دبل بوند، يبقى اسمه ايه؟ من سين الكين. حلو. طيب لو انا رحت عملت لها اتش اي ريدكشن، عملت لها ريدكشن، يعني ايه ريدكشن؟ يعني شلت الاو اتش دي خالص، شلتها مش كده يعني من غير ما احط دبل بوند ولا اي حاجه، عملت ريدكشن بس الاو اتش ده، تمام، هيدينا ايه؟ هيدينا من سان الكان. حلو. طيب لو انا عندي المنسين نفسه، المنسين، وعملت له دي هيدروجينيشن، دي اسمها مش دي هايدريشن، دي هيدروجينيشن، يعني هشيل دي هايدريشن يعني هشيل ميه، دي هيدروجينيشن يعني هشيل هيدروجين، هيتكون ايه؟ هيعمل سايكلايزيشن. يبقى انا عندي اللي هو المنسين حصل له اروماتايزيشن، يعني حطيت دبل بوند كلها على بعضها، يبقى اسمها ايه؟ اللي هو اسمها الباراسايمين. طب افتكر كده الباراسايمين اخدناها فين قبل كده، وقلت لك افتح القوس وقول الباراسايمين اخدناها منين وتاني حاجه منين، تمام. يلا افتح القوس وحط الحاجات، تمام. طيب بعد كده عندي، طيب لو عملت له اوكسجينيشن، الالكحول ده هيتحول لكيتون يدينا منسون، تمام كده. طيب دي التفاعلات بتاع المنسون سهله خالص. طيب بيقول لي عندي الالفا تريبينيول تفاعلاته، لو اديت له، لو حطيت له لو حطيت له الفوسفوريك هيدينا ايه؟ هيدينا تريبينين هيدينا اللي هو التربين اولين، تمام. بس انا يعني ايه، مش عايزاك تحفظ الحاجات دي، تمام، يعني ما يهمنيش قوي الحاجات دي قد ما يهمني ده، يعني ده اللي انا يهمني قوي، ان انا عندي الالفا تريبينيول لو فعلته في وجود اسيد على البارد، يعني على البارد زيرو درجه سيليزيوس، كانت في الامتحان السنه اللي فاتت. بيقول لي الالفا تريبينيول عند درجة حرارة زيرو درجة سيليزيوس هيدينا تربين هايدريت اللي هو 1.8 تربين. احنا كوننا التربين ده قبل كده منين؟ تعالوا بقى ما نرجع كده، معلش، احنا كوننا التربين دوت مع الجيرانيول لما كوننا مع الدايل اسيد ادانا الفا تربينيول، وحطينا دايل اسيد تاني ادينا 1.8 تربين، تمام. طب التربين ده كوناه برضو منين قبل كده؟ افتكر، اطلع بقى كده وشوف كوننا التربين منين وحط المعلومات، تمام. يبقى كده خلصنا المونوسايكليك الكحول وخلصنا الاي سايكليك الكحول. انا عارفه ان انا مطوله عليكم، وانا والله صوتي وجعني، بس علشان تبقى فاهم الدنيا وما كروتكش الجزء، الجزء مش صعب بس هو محتاج تشغل ايدك شويه، يعني مش محتاج ان انت زي الالكالويد كده تتعرف على الحاجات، لا، محتاج تشغل ايدك وترسم وتعمل، يعني المفروض ان انت بعد الوقت ما تخلص البتاعه تجيب ورقه وقلم وتبتدي ترسم الاستراكشرات عشان ايدك تحفظها. بعد كده عندي الباي سايكليك الكحوليك فولاتايل اويل. اول حاجه عندي البرونيول، البرونيول ده
افتكر كده كوناه امتى؟ من الالفا بنين. ازاي؟ قلنا الالفا بنين حطيت عليه اتش سي ال جاز ادانا برونايل، كان ادانا كده في الاول مركب انستيبل، بعد كده هيحصل له ري ارنجمنت يتكون برونايل اتش سي برونايل سي ال، بعد كده احط عليه كي او اتش يدينا او اتش. شوف انا حفظت، احفظ انت كمان. يبقى انا عندي الباي سايكليك، عندي البرونايل. البرونايل ده اللي هو رسمته ازاي عشان الناس اللي عايزه تفتكر، لان احيانا الرسمه لو انا رسمت بايدي يبقى مش عارفه ارسمها ازاي. بص هيبقى عندي كده حلقه سداسيه، تمام؟ الحلقه السداسيه دي اهو، المفروض كان في رجل عصفوره بس قفلت يا ورده، فراحت طالعه لفوق، راحت عامله واحده كده وواحده كده، وحطينا هنا كده او اتش، تمام؟ ديت المفروض يعني هي الرسمه جت كده، بس المفروض ان دي مش لازقه في دي، يعني دي مش لازقه في الكربونه دي، لا هما المفروض ان هي زي ما يكون كده عليها من فوق، تمام؟ لكن مش لازقين في بعض. يبقى ده كده البرونيول. قال لي في تفاعل خاص بالبرونيول لوحده؟ قال لي ان من الايزوبرونيول. قال لي هو ايه اصلا بين الفرق بين البرونيول والايزوبرونيول؟ على حسب اللي انا رسمه قدامك ده الاثنين ما لهمش فرق، بس هو الفرق هنا في الاو اتش، هنا الاو اتش اللي هي عند رقم 2 دي، وفي هنا اتش، تمام؟ على حسب بقى مين فيهم ويدجت وفي مين فيهم دوتت هنبتدي نقول ان هو برونيول او ايزوبرونيول. طب ايه هو التفاعل بتاع الايزوبرونيول؟ قال لي والله الايزوبرونيول دوت لو انت عملت له زي اللي هو فعلته مع الزنك كلورايد في وجود البنزين هيدينا القامفين. القامفين ده عباره عن هيدرو كربون، تمام كده؟ يبقى ده كده عباره عن هيدرو كربون، قامفين، تمام؟ طيب هو احنا اخدنا قبل كده في الالفا بنين ان انا لو عملت اوكسيديشن للبرونيول هيدينا القامفور. الكامفور ده كان عبارة عن كده وده كده، كان في كده سي دبل بونت او هنا، تمام؟ طيب يبقى بيقول لي هنا جاي من اللي هو البرونيول جاي من البينس سبيشيز، بيقول لي البروبرتيز بتاعته ان هو ليه الكامفور لايك اودر، لانه اصلا هيطلع لي كامفور مع الاكسديشن، شاين كريستال، ريزيست دي هايدريشن، قال لي الايزوبرينيول اند اوكسيدايز ويز سي يو او، تمام؟ انتو كامفور. يبقى هيعمل يتحول الى الكامفور عن طريق الاكسيديشن. الايزوبرينيول ممكن يحصل له دي هايدريشن، يعني نخلي بالنا من حاجه، البرونيول ما بيحصلهوش دي هايدريشن، ولكن البرونيول ممكن احوله الى كامفور بالاكسيديشن، تمام؟ انما الايزوبرينيول بيحصل له دي هايدريشن ويدينا الكامفين، وده عباره عن هيدروكربون لما بيحصل له ايزلي ريموفد فروم الرياكشن ميديم باي ستيم ديستيليشن، تمام؟ يبقى اللي انا هعرفه بس من البروبرتيز ده ان هو البرونيول بعمل له اكسيديشن يدينا الكامفور، فبالتالي هو ليه كامفور لايك اودر. الايزوبرينيول بيحصل له دي هايدريشن ويدينا الكامفين، وده يعتبر هيدروكربون. الايزوليشن عن طريق الفراكشنال ديستيليشن، بس لازم اعمل بيوريفيكيشن البرونيول من الايزوبرونيول. طب تفتكر كده انا ممكن افصل الاثنين عن بعض ازاي؟ والله هجيب الميكتشر دوت اقوم اعمل له زد ان سي ال 2 اللي هو الزنك كلورايد، هيعمل ايه؟ هيحصل دي هيدريشن للايزوبرونيول ويتحول لكامفين وهيتفصل، انما الثاني مش هيتحول لكده، فيتبقى البرونيول عندي هو البيور، تمام؟ يبقى باي فراكشنال ديستيليشن، واجيب الفراكشن دوت وابتدي اعمل له كولينج واعمل له بيوريفيكيشن من الايزو برونيول عن طريق ان انا بعمل هيتنج ويز الزنك كلورايد مع البنزين. دي اول نقطه. تاني نقطه، انا ممكن اكون الالفا بنين من الالفا بنين اللي هو سينثيتك عن طريق الطريقه اللي انا لسه شرحها من شويه. طيب الايدنتيفيكيشن، هكون في ساليت اوستر وابتدي اعمله ريجينريشن عن طريق الكي او اتش اللي احنا حافظينها من قبل كده، وده بيحصل له ميلتد عند ديفينيت ميلتنج بوينت، مش هنحفظ الميلتنج بوينت. بيستخدم في ايه؟ قال لي في الروم سبراي اللي هو ايه المعطر الجو. طيب عندي البنزايل الكحول، نفتكر كده البنزايل الكحول جبنا سيرته قبل كده، قلنا الكالسيوم كلورايد بيستخدم في ثلاث حاجات ما لهمش رابع، الجيرانيول بنزايل الكحول والسينامايل الكحول. انا عندي دلوقتي هنا ده بيتكون على هيئه بنزايل على هيئه بنزايل بنزويت او بنزايل سيناميد، بيحصل له اوتو اوكسيديشن بيتحول الى اللي هو بيتحول الى اللي هو بنزويك اسيد كلرليس واروماتيكلي اروماتيك اودر. الايزوليشن كريستالاين مع الكالسيوم كلورايد مش محتاج نتكلم فيها.
الايدنتيفيكيشن بكون منه في فيسالات استر، بيحصل له اكسديشن البنزويك اسيد، ودي عباره عن كريستاليه. الكريستاليه دي اقدر اشوفها ليها ديفينيت ميلتنج بوينت. تمام. اليوزز بيستخدم بيرفيوم وفيكسيتيف ديلوانت. تمام كده، يعني هي بيستخدم كاتيلوانت وبيعمل فيكسيشن للبرفيوم. تمام. عندي اخر حاجه في الكحول هو تراي سايكليك الكحول، او بقول عليه السيسكتربين الكحول. ده عباره عن اللي هو السانتا لول، مش هيطلب منك تحفظها ومش هيطلب منك تعرف عنها اي حاجه غير ان انت تعرف شكلها كده، تتعرف عليها ان هو عباره عن الكحول. ده عباره عن سانتا لول، عباره عن الكحول وفيها حاجات كتير كده، يعني هي جايه كده تمام، وجايه كده، وبعدين جايه كده، اللي هو كده تمام. فاللي هو عباره عن ده مثلث، وبعد كده جاي هنا كده مثلث، مثلثين فوق بعض. تمام. يبقى دوت عباره عن السانتا لول، مش هيطلب منك تحفظ، تعرف بس ان هو عباره عن تيرشري الكحول او سيسكتربين الكحول. ده عباره عن تراي سايكليك الكحول ولكنه برايمري الكحول. تمام. التراي سايكليك لان بيحتوي على 3 سايكل، انما البرايمري لان الكربونه اللي ماسكه فيها ار واحده. تمام. طيب يبقى ده عباره عن السانتا لول. طيب بيقول لي بقى ازاي اعمل استريفيكيشن للتيرشري الكحول. مش انا قلت من شويه ان التيرشري الكحول عشان اعمل له استر بيحتاج سبيسيفيك تكنيك او سبيشال تكنيك. ايه هما بقى السبيشال تكنيك؟ بيقول لي بعمل اسيتايليشن ميثود افتر دايليوشن. يعني انا بعمل اول حاجه دايليوشن، اول طريقه بعمل دايليوشن بحاجه من الاثنين، اما اعمل دايليوشن بالزايلين بنسبه 1:4 او التربنتين بنسبه 1:5. بعد ما عملت دايليوشن هعمل اديشن اوف الاسيتيك انهيدرايد، هيكون ايه؟ هيكون اسيتيت استر. طيب تاني حاجه اعمل اسيتيل كلورايد داي ميثايل انيلين ميثود. ازاي؟ هجيب الاويل احط عليه داي ميثايل انيلين زائد الاسيتيل كلورايد اللي هما موجودين في اسم الميثود اصلا، واضيف عليه اسيتيك انهيدرايد واسخن عند 50 درجه عند 40 درجه لمده 3 اور، هيدينا استر اوف التيرشري الكحول. يبقى الاسترفيكيشن بتاع التيرشري الكحول زي اللينالول و تقريبا الالفا تريبينيول، دول الحاجتين اللي كانوا التيرشري اللي احنا خدناهم كانوا بيحتاجوا سبيسيفيك تكنيك للاستريفيكيشن. هنا ممكن يطلب منك وكانت السنه اللي فاتت ان انت ازاي تعمل استريفيكيشن للتيرشري الكحول، هتكتب الطرق وازاي تعملها. استيميشن اوف الكحول ان الفولاتايل اويل، تعرف ازاي كميه الكحول في الفولاتايل اويل. قال لي عن طريق ان انت تعمل له استرفيكيشن عن طريق الاسيتيك انهيدرايت او الفيساليك انهيدرايت. الاستر ده بعد كده بتعمل ديترمينيشن للاستر فاليو. يعني ايه الاستر فاليو؟ يعني الاستر دي كميه الاستر اللي موجوده قد ايه، لانها بتعبر عن كميه الفولاتايل اويل تمام او الكحول. قال لي ان الاستر الكحول ده هتعمله سابونيفايد مع الكي او اتش بكميه كبيره او نون اكسس من الكي او اتش، هيتبقى كي او اتش باقيه صح اللي هو الاكسس كي او اتش ده، هعمل له باك تايتريشن بالاتش سي ال واعمل معايا تجربه ثانيه بلانك. هي فيها شبه شويه من التجربه اللي اشتغلتها بتاعه الاسي بتاعه المعمل بتاع الفانيلين، بس التجربه الثانيه كانت بتعتمد على تكوين الاوكزيم اللي هو لان اصلا فانيلين عباره عن الدهيد، انما هنا بعتمد على تكوين الاستر.